نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وبشكركم جميعا على التزامكم بالميعاد وحضوركم بدري. اقرأ وارتقي هي مبادرة لشكل جديد من أشكال دورات التنمية الذات أو دورات التنمية البشرية، بحيث إن إحنا بنستعرض فيها وبنناقش مع بعض كتاب كل حلقة بصورة تفاعلية مع حضراتكم. المبادرة جت منين؟ جت من مقولة كان بيقولها موشا ديان وزير الدفاع الإسرائيلي على العرب، والمقولة قديمة شوية ولكن هي ما زالت حقيقة. مختصرها أن أمة اقرأ لا تقرأ. يعني إيه؟ كان بيقول إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يستوعبون، وإذا استوعبوا لا يطبقون، وإذا طبقوا فإنهم لا يأخذون حذرهم. تمام؟ طب إيه الهدف من المبادرة ديت؟ الكلمة أو التوصيف اللي وصفه موشا ديان، ودي صورتنا في أعين أعدائنا، هو توصيف للأسف توصيف حقيقي وواقعي. طب هنحبط؟ لا. هنعمل إيه؟ عملنا مبادرة اقرأ وارتقي، بنقرأ فيها كتاب مع بعض، بنفهمه، بنستوعبه، بنلخصه، بنناقشه، وبيبقى فاضل على حضراتكم التطبيق بس. يعني كل الكلام الكتير اللي هو قاله قبل كده احنا بنعمله مع بعض النهارده ان شاء الله في الحلقه بتاعتنا، وبيبقى فاضل عليكم حاجه واحده بس اللي هي التطبيق، ودي ما حدش يعني هيقدر يعملها لكم، لازم حضراتكم اللي تعملوها، لازم حضراتكم اللي تطبقوا. الكتاب دوت من افضل الكتب مبيعا حوالين العالم، دع القلق وابدا الحياه، هنعرف عنه بالتفصيل واحنا بنتكلم مع بعض. انا اسمي عبد الله يعقوب، صيدلي، مدير برنامج التدريب والتنميه البشريه بجمعيه تطبيق وتطوير الصيدله. اعرفكم شويه عن نفسي اكتر، دي صورتي علشان تركبوها مع الصوت واحنا بنتكلم كده مع بعض ومتخيليني. انا مؤسس ومدير فريق سفير للتدريب والتنميه البشريه، ده اللوجو بتاعه تحت. سفير، سفير معناها او الاختصار بتاعها سيلف اويرنس فور امبرسيف ريزلتس. يعني ايه؟ يعني الوعي الذاتي لنتائج مبهره على المستويين العملي والشخصي ان شاء الله. وسفير برضو جاية من ان احنا ان شاء الله مع بعض نتعلم في جلسة علم، نحتسبها كذلك ونجدد النية مع بعض، وكل واحد فينا بيطلع بعد كده كسفير بالعلم دوت لنفسه والاقرب الناس ليه، اهله، اصدقائه، زمايله في الشغل وهكذا. سيلف اويرنس فور امبرسيف ريزلتس. ايوه استاذ جو، سيلف اويرنس فور امبرسيف ريزلتس. تمام، الوعي الذاتي من اجل نتائج مبهره. طيب زي ما قلت لحضراتكم، انا اساسا صيدلي جامعه اسكندريه، مصري مقيم في المملكه العربيه السعوديه. بحب قوي التنميه البشريه والتدريب، عشان كده تعمقت فيه بالدراسه، حاصل على دبلومه في علم النفس، ودبلومه في التسويق واداره المبيعات، ودبلومه في البرمجه اللاويه العصبيه وديناميكيه التكيف العصبي، ومدرب معتمد باشراف وزاره التربيه والتعليم بالسعوديه، ومدرب معتمد في مهارات التفكير، ومدرب معتمد في برنامج التفكير لصاحبه ادوارد دي بونو اللي هو الكورد بجميع اجزائه السته من 1 لـ6، وكذلك مدرب معتمد في نظريه تريز لحل المشكلات بطرق ابداعيه، وعضو بجمعيه تريز الاسيويه ومعهد التشر لدراسات نظريه تريز، وحاصل على الطالب المثالي، لقب الطالب المثالي على مستوى اسكندريه سنه 98، وصفيت على مستوى الجمهوريه. هواياتي القراءه والسفر والرحلات والانترنت، تصفح وسوشيال نتوركينج، وكذلك البينج بونج او تنس الطاوله. وتقدروا تقولوا ان التدريب هوايه بينتقل معاكم
ان شاء الله خلال السنتين اللي فاتوا وما زال الى مرحله الاحترافيه. طيب واضح ان في حد معانا مشترك، استاذ نور ولا استاذه نور اللي معاه ان ال بي برضه دبلومه؟ استاذه نور. تمام، اتمنى زي كل مره اني استفيد من حضراتكم كتير الحقيقه. كل مره بنعمل الحلقه ديت بنستفيد مع بعض، انا بستفيد اكتر واحد من خلال التحضير والمناقشه، ولكن اتمنى ان شاء الله ان كلنا نستفيد سويا من مداخلات حضراتكم اللي موجوده معانا. هبعت لحضرتك ان شاء الله يا استاذه انيس. تمام. طيب مين هو ديل كارنيجي؟ مبدئيا قبل ما نقول هو مين ديل كارنيجي، حد قرا الكتاب قبل كده؟ هو امريكي فعلا، لكن هل يا ترى حد قرا الكتاب؟ من فترة. ممتاز، مظبوط استاذ كوثر، عنده فعلا سنتر. والله يا استاذ عمرو هي مش دبلومه، يعني هو استاذ عمرو بيسال معانا هي مش دبلومه، هو ده برنامج كان اسبوعي، ولكن نظرا للفتره ديت عندي ضغط في الشغل كبير فتحول الى برنامج لقاء شهري بنستعرض فيه احد الكتب العالميه في تنميه الذات والقدرات، وبنشتغل فيها مع بعض بشكل مناقشه تفاعليه. تمام، استعرضنا قبل كده اربع كتب وده الكتاب الخامس. استعرضنا كتاب قوه التفكير الايجابي بتاع دكتور نورمان فينسنت بيل، وكتاب العادات السبعه الاكثر الناس فعاليه بتاع دكتور ستيفن كوفي، وكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره بتاع دكتور جون جراي، وكتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس بتاع ديل كارنيجي برضه. والنهارده ان شاء الله الحلقه الخامسه هنستعرض فيها كتاب كيف اودع القلق وابدا الحياه. المحاضرات دي اتسجلت والدعم الفني ممكن يدي لحضراتكم اللينك بتاعها دلوقتي على اليوتيوب. تمام. طيب مين ديل كارنيجي؟ ديل كارنيجي ده كاتب ومحاضر امريكي مشهور، ليه العديد والعديد من المؤلفات في مجال تنميه الذات والعلاقات الانسانيه، والحقيقه هم بيعتبروه الاب الروحي لمجال التنميه البشريه عموما. الكتب بتاعته باعت ملايين النسخ حوالين العالم وترجمت للعديد والعديد من اللغات، والكتابات بتاعته بعد كده بدا يديها في شكل سلسله محاضرات ودورات تدريبيه خصوصا لرجال الاعمال ورجال المبيعات والشركات. ومن اشهر مؤلفاته كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، وده احنا قلناه الحلقه اللي فاتت، وكتاب فن الخطابه والتحدث امام الجمهور، وكتاب النهارده بتاع دع القلق وابدا الحياه، وفن القياده وفن التعامل مع الناس، وليه كتب تانيه موجوده. السنه اللي فاتت كان بيحتفلوا بالمئويه 100 سنه على المعهد بتاعه، معهد كارنيجي للعلاقات الانسانيه. المعهد ما زال يحمل نفس الاسم ولو فروع في كل ولايه من الولايات المتحده الامريكيه، واكثر من 80 جماعه الصوت واضح، وليه فروع اكثر من 80 دوله على مستوى العالم، وبيقدم حوالي اكثر من برنامج بيقدموهم حوالي 2700 مدرب باكثر من 25 لغه حوالين العالم. هو اتولد سنة 1888 وتوفى سنة 1955. ده ديل كارنيجي ودي صورته. تمام؟ طب احنا هنتكلم ازاي النهارده؟ هنغطي بعض النقط الرئيسية في الكتاب، هنقول مقدمة مع بعض، هنقول نصائح ومعلومات أساسية عن القلق وازاي نتغلب عليه، هنشوف الطرق الأساسية اللي احنا نحلل بيها القلق، ازاي نتغلب على القلق قبل ان يقوم بالتغلب علينا، كيف نصنع اتجاه ذهني اللي هو المينتال اتيتيود يعني لبعث الطمانينه والسعاده بداخلنا، ونشوف ايه القاعده الذهبيه لقهر القلق، وازاي نتغلب على القلق
من النقد. يعني زي لما احنا نبقى بنعمل حاجه معينه سي، زي انا دلوقتي بعمل معاكم السيشن ديت، ابقى قلقان من النقد اللي انتوا هتوجهوه لي، اذا كان نقد ايجابي ولا نقد غير ايجابي، تمام؟ ابقى قاعد قلقان، فده ياثر على ادائي في المحاضره. وهنشوف بعض الوصفات والطرق الفعاله للتعامل مع القلق. دي النقاط الرئيسيه اللي بيغطيها الكتاب. هل حد فيكم عنده حاجه زياده عايز يعرفها بخصوص الموضوع، ولا النقاط ديت ان شاء الله بتغطي الاكسبكتيشنز بتاعتكم حوالين موضوع الكتاب ده، قلق وابدا الحياه؟ حد عنده اي توقعات تانية ولا نبدا ان شاء الله؟ طيب نكمل ان شاء الله مع بعض. نبدا بمقدمه ظريفه جدا. اول حاجه لازم نتفق مع بعض عليها، ان الكتاب ما بيقدملكش وصفه سحريه. الكتاب مش بيقدم لحضرتك وصفه سحريه عشان نتخلص من القلق، بس بيقدم نوع من النصائح والمبادئ لو قمنا تطبيقها مع بعض ان شاء الله نقدر نتغلب على القلق بشكل كبير جدا، ونمارس حياتنا بصوره اكثر هدوءا ونجاحا. الكتاب المبادئ اللي بيقدمها مبادئ عامه ممكن تكون كومن سنس، وخلينا نقول ان what always common sense is not always common practice. يعني معظمنا بيكون عارف المبادئ ديت، ولكن برضو معظمنا بيطبقهاش. فاحنا هنشوف ازاي نقدر نطبق الكلام دوت مع بعض، ودايما دايما هنفكر في طرق جديده ومبتكره علشان نطبق المبادئ دي سوا. المفروض حضراتكم كل واحد فينا هيحتفظ بمفكره صغيره يكتب فيها كل مره بيستخدم مبدا من المبادئ ديت، ويتابع التقدم اللي بيحققه حوالين التزامه بالمبادئ دي. كلمة السر النهاردة، وفي أي محاضرة تنمية بشرية وفي أي موضوع لتنمية الذات والقدرات، هي التطبيق. إن العلم ثم التطبيق والمتابعة هو كلمة السر دائما للنجاح، وكل ما يجب عمله يجب علمه. فإحنا بنتعلم الأول وبعد كده بنطبق. خليني أقول لكم كده سريعا تجربتي الشخصية مع الكتاب. الكتاب ده قريته في 2006. الحقيقة لما بدأت أطبق المبادئ اللي فيه فرقت معايا جدا. أنا كنت لسه ساعتها خريج جديد بدور على شغل، بحاول أخد قرار في الكارير بتاعي، هبدأ منين وأبدأ إزاي، قرار في سفر، قرار في خطوبة، بعد كده قرار في جواز، فرق معايا كتير جدا. اللي النهاردة استفدته وأنا لما كنت قاعد بحضر الماتيريال بتاعته خلال الفترة اللي فاتت، لما رجعت اللي هو المبدأ رقم 2، لما تراجع المبادئ دي باستمرار، فعلا ساعتها افتكر ان انا كنت واقف في صيدليه، وواحده من المبادئ ان انا كنت المفروض ادخل البهجه والابتسامه على الاخرين. فكان عندي كده كراسه صغيره او اجنده بكتب فيها النهارده انا ساعدت ازاي مريض لما يجي لي الصيدليه في الوصفه الطبيه اللي بطلعها له، وازاي المساعده ديت ساعدتني الطاقه الايجابيه ديت على التغلب على بعض الطاقات السلبيه اللي بيولدها القلق. تجربتي مع الكتاب الحقيقه تجربه ايجابيه جدا، وده اللي شجعني ان النهارده ان شاء الله نستعرضه مع بعض ونشوف ازاي نقدر نستفيد بيه سوا. كده خلصنا المقدمه. قبل ما انقل عايز نتفق اتفاق، هل حضراتكم هتطبقوا ولا لا؟ اللي هيطبق يكمل معانا، واللي مش ناوي يطبق يستاذننا بهدوء ومش هنزعل من بعض، او يقعد يستفيد من باب الثقافه، يعني يثقف نفسه. فيا ريت اللي ناوي يطبق، لا يا استاذه رحماك يعني حضرتك مدرسه بلاش هنحاول دي، يعني لو قلت لك دلوقتي حاولي تضغطي رقم 1 على الكيبورد، حاولي كده، حاولي تضغطي رقم 1 استاذه رحماك، حاولي تضغطي، لا انت كده ضغطتي رقم 1، انت عملتي الفعل، لكن حاولي هتقعدي تحاولي وممكن ما تعمليش، تيجي بقى عند رقم 1 وترجعي، تيجي عند رقم 1 وتترددي، تحاولي فتضغطي رقم 2، لكن اضغطي رقم 1 عملتيها، فتوكلي على الله ان شاء الله كده ونتفق مع بعض. بما انك ضغطتي رقم 1 فانت قادره ان شاء الله انك تكوني الاولى في التطبيق النهارده، تمام؟ متفقين؟ ماشي يا استاذ ماجد الدين، هترجم ان شاء الله اي كلمه بقولها بغير العربيه. نصيحه، هنبدا بالنصائح ان شاء الله. أول نصيحة وأهم نصيحة، لو ما خدناش من السلايد دي حاجة غير الكلمة اللي في الأول أو الجملة اللي في الأول اللي هي عيش في حدود يومك،
والكلمه الاخيره اللي هي الان كفايه علينا قوي النهارده ونروح. الرساله دي مهمه جدا. اول نصيحه بيقول عيش اليوم بتاعك حتى ياتي وقت النوم. عش اليوم حتى ياتي وقت النوم. خلينا نقفل على احزان الماضي اللي هو مش موجود خلاص انتهى، ونقفل عليه بابواب من حديد وما نفكرش فيها تاني ولا نفكر بالهموم بتاعه المستقبل. طب بنعمل ده ليه؟ علشان ننعم بالحاضر، باللحظه اللي احنا عايشين فيها. علشان ننعم باللحظه اللي احنا عايشين فيها. دي نصيحه، احنا لسه بنتكلم في نصايح، واتفقنا ان هنلاقي الكلام حلو وسهل وبسيط، وهنيجي نقول بس التطبيق صعب. اوكي التطبيق صعب بس محتاج ممارسه، فخلينا نتفق مع بعض. ويقول نعيش اليوم بيومه، ونسال نفسنا اسئله ونكتب الاجابات بتاعتها. واستاذنكم دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض نطبق، وتقولوا لي السؤال الاولاني اسالوه لنفسكم، كل واحد يسال نفسه: هل اميل لنبذ الحاضر لافكر في المستقبل؟ يعني هل انا بضيع وقت من يومي كل يوم وبعد افكر في بكره، بعد افكر في الشهر اللي جاي، بعد افكر في السنه الجايه، في الخمس سنين، العشر سنين الجايين، بفكر في الاكل، في الشرب، في المستقبل، في البيت، في الولاد، في الاسره، في الجواز، بعد افكر في الحاجات دي؟ نكتب اه ولا لا. تمام. قال جمله جميله جدا: هل احلم بروضه سحريه مزهره في الافق بدلا من ان انعم بالزهور المتفتحه من حولي؟ يعني كل يوم انا هقعد كده احلم احلام اليقظه بحاجات جميله قوي، واقول يا سلام يا ريت لو كان عندي المبلغ الفلاني من المال، يا ده انا لو توظفت الوظيفه الفلانيه هبقى مبسوط جدا، يا بس انا لو عندي الفلوس اللي قد كده دي هبقى في قمه السعاده، لو ربنا يرزقني الولد انا كده خلاص استريحت، لو سافرت واشتغلت بره ولا هاجرت ولا خدت المنحه الفلانيه انا كل حاجه خلاص. هل انا بقعد اعمل كل دوت ولا بستمتع وبأحصي نعم ربنا عليا اللي اداهاني اللي هي حواليه؟ يعني كل واحد فينا لو قعدنا، يكفي دلوقتي وانا بكلم حضراتكم ان انتوا سامعيني، في غير حضراتكم ما بيقدروش يحضروا الدورات ديت عشان ما يعني ربنا لم يمن عليهم بنعمه السمع، تمام، او ما بيقدروش يقروا الكلام اللي مكتوب دوت علشان ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. فخلينا نسال نفسنا ونجاوب: هل فعلا احنا بنحلم بالحاجه السحريه ديت اللي بعيد قوي اللي مش موجوده، بدل ما استمتع بالنعم اللي ربنا الدهاني والحاجة القريبة مني؟ السؤال اللي بعد كده: هل أنا بجعل من حياتي اليومية حياة مريرة، بخليها كده حاجة حزينة يعني؟ طب بعمل كده ازاي؟ بقعد أتحسر على الماضي اللي خلاص راح ومبقاش ليه وجود، وعلى الأخطاء؟ بعمل كده ولا بعملش كده؟ كلنا نسأل نفسنا ونجاوب. يعني أستاذة الرحمة كايات بتقول: أحيانا روح وريحان. مش عارف استاذ ولا استاذه، بس روح ورايحين تمشي استاذه اكتر يعني. تمام. بتقول ابدا على السؤال اللي قبل كده ولا السؤال الحالي: هل انا كل يوم الصبح لما بصحى بيبقى عندي شغف وببقى ناوي ان النهارده هحصل على اقصى ما استطيع من هذا اليوم الجديد اللي ربنا منحه لي؟ يا جماعه كل يوم في حد بيموت، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في ناس ربنا بيبتليها بأمراض. هل أنا بصحى الصبح وأقول الحمد لله على النعم اللي ربنا اداني؟ هل أنا بصحى الصبح وبقول أنا ناوي أستغل اليوم دوت بشكل فعلا أحمد ربنا على إن هو وهبني اليوم دوت؟ أو لا؟ نفكر ونسأل نفسنا. طيب ممكن نكتب مع بعض، كل حد فينا دلوقتي يدينا فايده، بس فايده واحده ممكن تعود عليه او عليها من ان هو يعيش في حدود اليوم بتاعه.
ممكن تشاركونا لو حد جرب قبل كده يكتب فايدة استفادها، ولو حد حاسس ان هو ممكن يستفيد يدينا فايدة كده. أستاذ محمد رمضان بيقول لي تقليل القلق، الابتعاد عن القلق بسبب التفكير في الغد. تمام، ممكن التكنيكال سبورت يقول لنا اسمه ايه او اسمها ايه بدل ما كل شويه يقول الدعم الفني. استاذه هاله بتقول عدم الندم لاحقا على ما فات. تمام استاذه نجلاء، ايه تاني يا جماعه؟ ان استغل وقتي في حاجه تنفعني. حاجه جميله استاذ سوسن، ان انا ما افكرش في الماضي اللي بيسبب الضيق للانسان. السعاده بالرضا استاذ سقراط، مش مهندس سقراط. تمام، حلو. هو فعلا ان انا هعيش يومي، مش هفضل بقى عايش في امبارح او بكره. تمام يا استاذ هيلا، عدم الندم لاحقا على ما فات. الارتياح النفسي، جميل. يعني في فوائد كتير، في فوائد كتير موجوده. السؤال بقى، امتى هتطبقوا المبدا ده؟ امتى هنطبق المبدا ده؟ هل الاسبوع اللي جاي، بكره، النهارده، الان؟ استاذه كوثر على طول قالت دلوقتي. بنطبقه ونرجع تاني، يعني دي طبيعه الانسان. لما بتكون روحه المعنويه مرتفعه بيستمر على الحاجات الايجابيه، ولما بتكون روحه المعنويه نازله بيبعد عن الحاجات الايجابيه. لكن هنعرف مع بعض وصفه ان شاء الله في اخر الكورس تخلينا ما نرجعش تاني، تخلينا نطبق باذن الله وما نرجعش تاني. ماشي. والسيده كاوثر بقى بتقول لك دن خلاص. استاذ محمد رمضان بيسال سؤال جميل، ازاي المبدا دوت لا يتعارض مع مبدا التخطيط والقلق الايجابي للمستقبل؟ حلو، هنشوف مع بعض. بس مبدئيا علشان اخطط للمستقبل واحط حاجه ايجابيه واهداف جميله وابدا اتحرك ليها، اللي هعمله النهارده هو اللي هيوصلني لبكره. لكن لو قعدت قلقان هياخد من وقت الشغل اللي بشتغله عشان اوصل للهدف بتاعي، وهيقلل فرصه وصولي للهدف بتاع بكره اللي انا حاطه ومخطط له. فانا بحط الحاجه وبخطط لها وبتوكل على الله وبشتغل النهارده عشان اوصل، وبشتغل النهارده عشان اوصل. لكن لو قعدت اقلق وافكر، القلق هنا بيكتفني وبيضيع وقتي، فمفيش تعارض، بالعكس. القلق الايجابي، وبشكر حضرتك على المصطلح الجميل، القلق الايجابي هو بيدينا نوع من انواع الطاقه ان احنا نتحرك. لكن القلق المرضي او الغير ايجابي بيكتفنا، بيخلينا نحس كاننا معاقين، ما بنتحركش، بيدينا احساس بالعجز وبيضيع علينا وقتنا. الاسلايد دي اوكي، ننقل على اللي بعديها. الدعم الفني هستاذنك لو في استاذه نجلاء، لو شفتي اي حد كاتب ان عنده صوت في مشكله في تشويش، يعني بس تقولي لهم او تنزلي الرساله بتاعت ان يعملوا ريفريش او الحاجات اللي انتوا بتقولوا لها نصايح للناس. طبعا استاذ نجد الدين بيدينا خبرته، بيقول لنا هو يا دوبك اليوم مليان بالاحداث المرتبه والغير المرتبه. بشكر حضرتك جدا، وده هيفيدنا في حاجه هنيجي عليها من بعض النصايح، ازاي احنا نتغلب على القلق بالطريقه اللي حضرتك بتقولها ديت، بس خليني اقولها في وقتها. تمام، شكرا على المداخله استاذ نجد الدين. في هنا حاجه جميله جدا او مقوله لتوماس كارديال بيقول: هدفنا الرئيسي، ان هدفنا الرئيسي ليس ان نرى الاشياء الخافته التي تقع على مسافه بعيده، ولكن هدفنا هو ان نرى بوضوح ما هو موجود في ايدينا. يعني انا مش مطلوب مني لما ابقى ماشي في الشارع ابص على حته بعيده خالص والضوء فيها خافت وفيها لوحه وعايز اقراها، في حين ان الاشاره اللي جنبي وانا ماشي بالعربيه بتقول لي هدي السرعه وما قريتهاش، او بتقول لك لا تلتفت لغير الطريق وما قريتهاش. فتلاقي نفسك انشغلت بحاجه بعيده خالص والضوء فيها خافت ومش هتشوفها، يعني انشغلت
بما ليس في يدك عن اللي في ايدك، وده ممكن يشتتنا ويبعدنا عن اهدافنا. بالظبط زي المثال زي ما بقول لحضراتكم كده، في لوحة بعيدة خالص 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 على الطريق وانا سايق في العربية والضوء حواليها خافت وعايز اعرف ايه اللي مكتوب فيها، وفي لوحة تانية جنبي ما شفتهاش مكتوب عليها لا تلتفت عن الطريق واحذر اخطاء الاخرين. للأسف طالما ما التفتش للوحة اللي جنبي واهتميت ان انا اقراها، ده ممكن يخليني لا قدر الله اعمل حادثة او اخرج عن الطريق الاساسي بتاعي. فلا طولت دي ولا طولت دي، تمام؟ احيانا كتير جدا بتكون الفرص موجودة تحت رجلينا، موجودة حوالينا، بس عشان احنا بنبص حوالينا حاجات تانية بنضيعها. سورة الرحمات بتقول استغلال ما املك. جميل، هنكمل عليها. وان انا يبقى عندي طموح ان انا اخد ما لا املك بس بخطوات محسوبة ومدروسة، لكن لا اترك ما املك علشان الهوى او علشان يعني ما اشتريش سمك في مية زي ما بيقولوا، ما روحش على حاجة مش مضمونة ويبقى لا طولت لا يمين ولا شمال زي ما بيقولوا. يعني في مثل كده في مصر بيقولوا زي اللي رأسوا على السلم، لا اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت سمعوهم او العكس. فخلينا نركز فعلا في اللي في ايدينا. ايه النصيحة كمان؟ بيقول حياتنا او الدنيا عموما هي عبارة عن 3 ايام. الامس عشناه ولن يعود، اللي هو الماضي يعني امبارح. يعني في كده زمان كان بأغنية بيقول ايه، الماضي ودعنا وروح مش جاي ومش راجع، او امبارح ودعنا وروح مش جاي ومش راجع. حاجة عشناها خلاص وعمرها ما هترجع، والنهاردة هنعيشه بس مش هيدوم. أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هو يوم 24 ساعة ربنا ادهلنا كلنا، كل البشر عندهم نفس الوقت ال 24 ساعة دول، بس مش بيدوموا، آخر اليوم بيخلصوا مفيش حاجة غير نحوشها منهم. وبكرة ما نعرفش إحنا هنكون فين. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما نعرفش بكرة رايحين فين، هنكون موجودين ولا مش هنكون موجودين. فالنصيحة الأساسية اللي بيقولها ديل كارنيجي من اللي عايز يقوله من السلايد دي، نغتنم اليوم اللي احنا عايشينه بكل لحظة فيه، عشان هو مش هيرجع تاني لحد يوم الدين. وده زي ما قال في سورة الرحمات من شوية، استغلال ما أملك الآن، استغلال ما أملك الآن. يبقى احنا استفدنا ان الحياة او الدنيا هي عبارة عن 3 ايام، امبارح وخلاص مش راجع تاني، الماضي، المستقبل اللي هو بكرة ما نعرفش هيجي ولا مش هيجي، فما قدمناش غير اليوم النهاردة، هو ده اللي نقدر نعيشه وهو ده اللي في ايدينا. علشان نوصل لأهداف بكرة لازم نحقق ونشتغل النهاردة. تمام كده يا جماعة؟ ننقل على بعد كده ولا في سؤال؟ طيب بعد كده في معلومة، احنا قلنا هنبتدي بنصائح ومعلومات. هو القلق بيعمل فينا ايه؟ ممكن كل واحد كده يشاركنا، لان مفيش حد فينا ما بيقلقش ومحدش فينا ما جربش القلق. ممكن كل واحد فينا يشاركنا كده بحاجة القلق بيعملها فيه. قبل ما نقول الكاتب ديل كارنيجي بيقول ايه، ممكن امراض زي ايه مثلا يا استاذ محمد؟ صورة رحمة بتقول بيضيع حلاوة اليوم. أستاذة إيناس بتقول ما بقدرش أركز في أي حاجة، بيعمل توتر، اكتئاب نفسي. تمام، إيه كمان؟ بيوتر أعصابي. أستاذة سارة، أستاذة سوسن بتقول شخصيا بنام كتير وباكل كتير لما أكون قلقانة. طيب باكل كتير لما أكون قلقانة دي يعني حقيقة وبنام كتير حقيقة برضه، يعني هو بيعمل نوع من أنواع حاجة اسمها sleep disturbance أو اللخبطه في النوم. ممكن ناس ما تنامش خالص وممكن ناس تنام كتير. بيدمر جدول الاسبوع كله. واستاذه هبه حضرتك احنا قلنا من شويه ايه، هنعيش اليوم بيومه صح؟ فهو دمر بقى الاسبوع كله، عشان انا عمال افكر في النهارده وبكره والاسبوع، كل يوم بدور ايه في اليوم اللي بعديه. بيسبب النسيان استاذه فاطمه، مظبوط.
ايه كمان؟ هل حد فيكم قبل كده يا جماعه جرب ياخد ادويه للقلق؟ طب حد عارف ان فيها ادويه مضاده للقلق؟ القلق بيتعالج بطريقتين، طريقه دوائيه في ادويه بتعالجه، وفي طريقه يعني بيسموها علاج معرفي سلوكي، بنغير افكارنا. فاحنا بنحاول مع بعض النهارده نغير افكارنا عشان بعد كده ما نلجاش للادويه. تمام؟ كل اللي انتوا قلتوه صح 100%، وتعالوا نشوف الكاتب قالها ازاي. الكاتب بيقول خلي بالك، فكر نفسك قوي بالثمن الفادح، الثمن الكبير قوي اللي بتدفعه للقلق من صحتك من وقتك اللي انتوا قلتوه. زي ما استاذ نجد الدين بيقول، بيرفع الضغط، بيعمل توتر، بيعمل اعصاب، بيضيع حلاوه اليوم. الوقت زي ما استاذ ايناس قال بيضيع الاسبوع كله. تمام؟ الاشخاص الذين لا يستطيعون مكافحه القلق يموتون مبكرا وان ظلوا احياء. يعني ايه؟ يعني ما بيستمتعش بطعم الحياه، فبيبقى كانه عايش ميت. لا سيبك من الزنكس دلوقتي يا استاذ محمد، لو انت جبت الزنكس على طول كده. طبعا هو من الادويه فعلا اللي هي بتتوصف لمهدئات. تمام؟ مهدئات عصبيه. في واحده من الدراسات الاكلينيكيه اشارت نتائج الى ان واحد من كل ثلاث اشخاص من المديرين، دي دراسه اتعملت على المديرين ورجال الاعمال، ويمكن يعني استاذ نجد الدين يكون شاف في حياته ناس كده، ربنا يبارك في يعني في عمر حضرتك وفي صحتك، بس اتاكد لنا حاجه زي كده من واقع عملي. دراسه بتقول ان واحد من كل ثلاث اشخاص من المديرين ورجال الاعمال بيموتوا في سن مبكره، وبيصاحبهم في حياتهم العديد من الامراض والاعراض المتعلقه بالقلق، زي امراض القلب وامراض ضغط الدم وقرحه المعده والاثنى عشر. تمام؟ دي دراسه اتعملت في امريكا. يعني الامراض دي دايما متعلقه بالقلق. والدراسه اتعملت على رجال اعمال ومديرين. كوثر دلوقتي بتاكد لنا بتقول ان فعلا بيكون عندها نوع من الالم في المعده بسبب الاستريس او التوتر. استاذ نجد الدين بياكد لنا الدراسه بصفته. اللي ما حضرش معانا من الاول يا جماعه، استاذ نجد الدين هو يعني شغله كان في المقاولات والاعمال الحره، وهو حاليا على المعاش، فاحنا قلنا ان شاء الله اتفقنا معاه كده مشكورا انه هيشاركنا بقصص واقعيه تاكد معانا اللي احنا بنقوله واللي الكاتب بيقوله في الكتاب. في بقى دراسات جديده، دي مش موجوده في الكتاب يا جماعه، دي حته انا ضايفها. في دراسات طبيه حديثه اثبتت مصاحبه القلق والاكتئاب، زي ما حضراتكم قلتوا شويه ان القلق بيكون معاه اكتئاب نفسي، او ممكن يوصل زي ما استاذ محمد رمضان قال للاكتئاب النفسي. دي حقيقه طبيه، لان الماده اللي بتسبب القلق والاكتئاب ماده واحده في المخ اسمها السيروتونين. تمام؟ ففي دراسات طبيه حديثه بتقول ان الامراض المصاحبه للقلق والاكتئاب كتيره، زي الامراض المزمنه والقولون العصبي والصداع النصفي. وفي دراسه تانية بتقول ان 90% من الناس اللي بيكون عندها قلق واكتئاب او بالذات القلق النفسي والاكتئاب النفسي بيكون شكواهم لدكاترتهم في شكل اعراض جسديه، في شكل صداع بقى، في شكل اضطرابات في المعده، في شكل قولون عصبي، هكذا. ما بالظبط يا استاذ محمد رمضان برضو في شكل ان اللو باك بين او الالم اسفل الظهر. تمام؟ السيروتونين هو هرمون السعاده، او تقدري تقولي حضرتك بس بيرجع المود للطبيعي بتاعه، بيرجع المزاج للطبيعي بتاعه. ما بي يعني ما حدش يتوقع ان هو لو خد حاجه تزود السيروتونين ليفل او مستوى السيروتونين في الدم ان هو مثلا هيبقى عامل زي يحيى الفخراني في فيلم الكيف مثلا، ويقعد يضحك ويهزر وحاجات زي كده. لا، هو بس هيرجع طبيعي. لو هو موده قليل وعنده حزن او اكتئاب بسبب ان هرمون السيروتونين نسبته قليله، او ماده السيروتونين بمعنى اصح نسبتها قليله، هي دي نقل كيميائي يعني. خلينا بقى نتكلم كلام علمي شويه بصفتي صيدلي.
فهي في الاخر ماده بتكون موجوده وبتساعد على ان المزاج يكون معتدل. طيب شفتوا القلق ممكن يعمل فينا ايه؟ السلايد دي بقى بتقول ازاي اقدر احلل القلق. دخلنا في اسئله طبيه. طب نخلي الاسئله الطبيه بعد اذن حضرتك استاذه فاطمه في الاخر في فقره للاسئله، لان يعني في دي فيها تطوير، في ادويه بتسبب اثار جانبيه على المدى البعيد وفي لا، فيعني دي ممكن ندخل ايه فيها بعد ايه في الاخر يعني. بس خلينا نقول دلوقتي ان معظم القلق بينشا عندما نريد ان نتخذ قرار حول موضوع معين من غير ما بيكون موجود عندنا معلومات كافيه فبقى قلقان. يعني الدراسات بتقول ان معظم القلق لما بيكون انا عندي مشكله معينه او قرار معين لازم اخده وما عنديش معلومات كافيه حوالين المشكله دي او القرار ده، فبفضل قلقان. قلقان علشان عايز اعرف نتيجه الامتحان، قلقان علشان عايز اعرف انا قابلت في الشغل ولا ما قابلتش، قلقان عشان عايز اعرف انا ينفع دلوقتي اروح اتقدم في وظيفه او اتقدم لعروسه، قلقان علشان عايز اشوف تذكره السفر بتاعتي هلحقها ولا مش هلحقها، قلقان 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 عشان مفيش عندي معلومات كافيه. فهو بيقول لنا ايه دلوقتي ديل كارنيجي؟ لما بيكون عندي مشكله معينه اول حاجه اعملها علشان احلل القلق وابدا اقلله استخلص كافه الحقائق الممكنه. طيب دلوقتي يا جماعه بصوا هتلاقيني حاطط يعني لون احمر وخط تحت كلمه الحقائق. ليه؟ لما نيجي نحلل اي حاجه، دي حاجه معلش معلومه كده خارجيه وجانبيه بس مفيده، لما نيجي احلل اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها جزئين، جزء مادي وجزء معنوي. حاجة بيسموها original part analysis اللي هو الجزء الأصلي أو المادي، وحاجة اسمها perceived part analysis اللي هو الجزء المعنوي. تمام؟ عادة الجزء المادي أو الحقيقي أو الأصلي ما بيختلفش عليه أي حد. يعني ما ينفعش كلنا نبص كده ونقول يعني انا مثلا هكتب لكم كلمه دلوقتي تمام واسالكم سؤال، ماشي؟ انا هكتب كلمه واسالكم سؤال، الكلمه اللي قدامكم دي اللي هي البحر باللون الايه؟ الاخضر الاخضر الاخضر. تمام استاذ كوثر، هو اخضر فاتح شويه يميل الى الازرق. تمام؟ بس تعالوا ناخدها بلون اكثر وضوحا. اهو البحر اهو باللون الاخضر، تمام؟ ممكن حد يقول لي حقيقه دلوقتي، الحقيقه اللي احنا ما نختلفش عليها ان البحر باللون الاخضر دلوقتي اللي احنا كتبناه، صح؟ ممكن حد يقول لي لما بيشوف كلمة البحر أو بيشوف البحر أو بيروح البحر أو بيسمع البحر بيحس بإيه؟ البحر بالنسبة له بيمثل له إيه؟ الهدوء، الريلاكسيشن، الاسترخاء، الراحة النفسية، الراحة، الحرية، التأمل، إيه تاني؟ اليوجا، إيه كمان؟ اللانهائية أو اللانهاية أستاذ هوسن، الانطلاق أستاذة سارة، الأفق البعيد أستاذة كوثر، الخوف أحيانا أستاذ محمد رمضان، الهدوء، المتعة والراحة، الخوف ورهبة من عظمة ربنا سبحانه وتعالى أستاذ الدين، التفكير بعمق. ممتاز. اللي أنتوا عملتوه ده دلوقتي تمام، اللي أنتوا عملتوه التأمل وإيه هو ما بعد البحر وبرمي هومي عليه والغازر سايد او الناحيه الثانيه، يعني خلينا اقول لكم مثلا البحر احيانا عند ناس معينه بيشوفوه الغدر. ليه؟ لانه بيقلب
البحر مش على طول هادي، ممكن يكون موجه جديد ويقلب فجأة. المهم ان اللي انا سألتكم فيه دوت الناحية التانية اسمه ايه؟ اسمه الـ Perceived Part Analysis، اللي هو الجزء المعنوي، كل واحد بيختلف فيه عن التاني. حضراتكم قلتوا حاجات كتير جدا، في ناس قالت التجدد، في ناس قالت التأمل، في ناس قالت الراحة، في ناس قالت السعادة، في ناس قالت الانطلاق، في ناس قالت اليوجا، حاجات مختلفة جدا، في ناس قالت الرهبة من عظمة ربنا، في ناس قالت القوة. دي كلها اختلافات فردية، ومحدش يقدر يقول صح ومحدش يقدر يقول غلط. لكن لو انا دلوقتي قلت لكم ان البحر دوت تمام بتكون ميته عذبة، ده صح ولا غلط؟ مش صح، مظبوط. يبقى احنا كلنا اتفقنا على الحقيقه. الحقيقه ايوه بالظبط يا كوثر، يعني اقول ان البحر دوت يعني نوت سولتي، مظبوط. فالماء العذب دوت مش خاص بالبحر، وحضراتكم كلكم اتفقنا على الحقيقه، فالحقيقه ما بيختلفش عليها اتنين. لكن الحاجات المعنويه او الحاجات اللي هي حسيه تمام ممكن الاختلاف فيها. فلما نيجي نطلع ونحلل اي حاجه لازم نطلع كافه الحقائق الممكنه حوالين الموضوع اللي احنا بندور عليه، ونبعد شويه عن العواطف، لان العواطف بتكون هي الحاجه المعنويه اللي ممكن نختلف فيها. فعاده بيقول ايه، تعالوا ندور على ايه الصح مش مين الصح، تعالوا ندور على الحقيقه، تعالوا ندور على الحاجات اللي ما يختلفش عليها اتنين. ماشي، يبقى دي اول حاجه. في طريقه ظريفه جدا هو ذكرها برده في الكتاب، بيقول لما تيجي تدور على الحقائق دور عليها كانك بتدور لحد تاني، دور عليها كانك يعني لو حد طلب منك مثلا معلومه حوالين البحر، هتقعد تدور انت عليها وتطلع له المعلومات ديت كلها عشان تخدمه فيها، ومش هتحط فيها بقى عواطفك ومشاعرك، انت بتتكلم على حقائق، وما بتحاولش دايما ان انت تحط حاجه تحتمل معنيين عشان ما تحرجش نفسك. فاعمل كده، يبقى دور على الحقيقه كانك بتدور على حد تاني. في برضه نصيحه تانية، قال ايه؟ قال لما تيجي تطلع الحقائق ما تقعش في فخ كلنا بنقع فيه. ايه الفخ دوت؟ الفخ دوت اني بدور على الحقائق اللي تدعم رايي بس، في حين ان بيكون موجود حقائق ممكن تعارض رايي، اللي هم بيسموها وجهه النظر الاخرى. عشان كده هو في الاول طلب منك وطلب منك انكم تطلعوا الحقائق كانكم بتطلعوا لحد تاني، فيكون فيه نوع من الحياديه، وما نقعش في فخ التحيز زي ما استاذ محمد رمضان بيقول. الحقيقة ما ينفعش تكون نسبيه يا استاذه سوسن. هديك مثال من القران، لما سيدنا ابراهيم كان بيجادل النمرود وقال له ان الله قال له ايه، قال له ان الله يحيي ويميت، تمام، ان الله يحيي ويميت، دي حقيقه. النمرود قال له ايه، انا احيي واميت، وجاب واحد، جاب اتنين محكوم عليهم بالاعدام، واحد قال له اعدموه والتاني قال لهم اطلقوا سراحه، فقال له انا كده ده احيته وده امدته. هل ده حقيقي؟ لا. طب عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ جادله؟ لا، قال له ربنا بيجيب الشمس من الشرق، هاتها انت من الغرب. ماشي، قال ان الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبعت الذي كفر، ليه؟ لان يعني دي حقيقه، الشمس بتشرق من الشرق، مين اللي بيجيبها؟ ربنا. لو انت بقى ربنا هاتها من الغرب. فطبعا الحقيقه ما بيختلفش عليها اتنين. طيب بيقول بقى بعد ما توزن الحقائق بعنايه زي ما قلنا ان احنا ما نقعش في فخ التحيز ونحط وجهه النظر ووجهه النظر الاخرى في الحقيقه، تمام، او بمعنى صح الحقائق التي تدعم موقفي والحقائق التي
تضاد موقفي عشان اوزن صح، احط دي على كفه ودي على كفه، اخد قرار. بمجرد ما اخدت القرار والقرار دوت رصين واستشرت واستخرت وعملت كل حاجه، خلاص بقى انفذ، ما ترددش، ما خافش واقلق من العواقب، ما خافش واقلق من العواقب. خلاص انا جمعت الحقائق اللي انا اقدر اجمعها كلها، وزنتها كويس، خدت قرار، انفذ بقى ما ترددش، لان التردد آفة من آفات القلق. تمام؟ طيب روح وريحان. مثال مثلا، مثال أنا دلوقتي عايز أروح أجازة في مصر في شرم الشيخ مثلا، ودلوقتي المعلومات بتقول إن في قلق في مصر وفي انفلات أمني وفي يعني ناس بتطلع بلطجية و و و، أبدأ أسأل الكلام ده موجود فين؟ أجمع حقائق، أجمع معلومات حقيقية، وأسأل وأشوف المكان ده موجود فين، وأسأل بالتحديد في شرم الشيخ في المكان اللي أنا عايز أروحه، هل في الكلام دوت؟ هيقول لي لأ. طب طالما عرفت إن الأماكن دي موجود فيها مثلا في أماكن محددة في القاهرة واسكندرية وبعض المحافظات، وأماكن محددة جوه المحافظة، يبقى أنا كده وزنت، خدت قرار إن أنا هنزل شرم الشيخ دايركت، طيارة دايركت من المكان اللي أنا موجود فيه لشرم الشيخ. أروح بقى ولا أقعد أتردد أقول لأ، ما ممكن يحصل حاجة في شرم الشيخ، ما ممكن أروح ألاقي إن الانفلات الأمني وصل هناك، ما ممكن مش عارف إيه، وأقعد أحط احتمالات ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. صح ولا مش صح؟ واضح كده المثال؟ طيب ممكن أنت تديني مثال بقى؟ يعني حضرتك بتقولي المثال مش واضح، أو يعني دي بتقول ان هو مش واضح، فانت اديني مثال كده لحاجه ممكن نجرب فيها، وبعد كده ان شاء الله بعد السلايد ديت هناخد بريك. لا انت لحقتها يا استاذ خالد، احنا لسه في الاول، متقلقش، احنا دلوقتي في تلت الحلقه الاول. طيب حضرتك بتقولي انك بتترددي كتير، هو ديل كارنيجي بيقول ان التردد دوت سببه نقص المعلومات والحقائق اللي تساعدك انك تاخدي قرار وتتوكلي على الله. هل هو كلامه صح ولا لا؟ طيب كلامه صح، يبقى الحل ايه؟ دي المشكله. الحل بتاعها بيقول ان انا اقعد ادور على معلومات وحقائق على قد ما اقدر، فلما ادور ده هيساعدني ان انا اخد قرار. لما اخد القرار ابدا في مرحله التنفيذ على طول، ما ترددش. في ايه في القران بتقول ايه؟ فاذا عزمت فتوكل على الله. وفي بيت شعر جميل جدا جدا بيقول اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه، فان فساد الراي ان تتردد. اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه، فإن فساد الرأي أن تتردد. صح؟ مش التردد هو اللي بيبوظ لنا كل حاجة؟ هنشوف بقى إن شاء الله بعد البريك حاجة تساعدنا إن إحنا ما نترددش برضه. آخر حاجة في الكورس إن شاء الله أو في الحلقة بتتكلم على وصفات عن الإيه؟ عن القلق وإزاي نقدر نتكلم عليه. ففي وصفة ظريفة جدا جدا نعملها، هي ان شاء الله يعني قدامنا ساعة كمان بعد البريك. تمام استاذ ناجي، دينا وقت قال لنا يعني في حالة عدم وضوح الرؤية بيكون القرار صعب، لكن في حالة وضوح الرؤية خد القرار وتوكل على ربنا. تمام. طيب احنا دلوقتي ازاي اقلل من القلق اللي بيصاحب المشكلات بتاعتي؟ هيبقى في بعض الاسئله نجاوب عليها. الاسئله دي اسئله عامه لحل اي مشكله عموما، وهو كان قال ان القلق مصدره معظم القلق ينشا ايه؟ لما بنيجي نحل مشكله وما نتخذ قرار. فبيقول اول حاجه ايه هي المشكله بالتحديد؟ لازم اعرف ايه هي المشكله بالتحديد. تاني حاجه ايه هي اسباب المشكله بالتحديد؟ وبعد كده
اقعد ادور واعرف ايه هي الحلول الممكنه لحل المشكله دي، وبعد كده انقي من الحلول دي افضل الحلول وابدا انفذها. طب اعرف الكلام ده ازاي؟ ده بقى كورس يعني ممكن تدوروا عليه على اليوتيوب في الدارين، اكتبوا دكتور عبد الله يعقوب كورس حل المشكلات واتخاذ القرار واسمعوه. بس علشان يعني نجاوب كده بالسريع، اسهل الطرق ان انا احل مشكله ان اشوف حد وقع في المشكله ديت واشوف حلها ازاي واشوف الحل دوت مناسب ولا مش مناسب ليا واعمله، او ان انا استشير حد متخصص في حل المشكلات دي، او اجيب كتاب يساعدني، او اخد كورس يساعدني. المهم اجمع معلومات تساعدني ان انا احل المشكله، فيبقى بحدد المشكله بعرف اسبابها ايه بالظبط واروح على الحلول تمام، واختار افضل الحلول الممكنه. ممكن يبقى عندي حل واثنين وثلاثه واربعه، واختار ايه افضل الحلول ديت واتوكل على الله. ممكن حضرتك يا تتجنبيه يا اما تتعلمي ازاي تتعاملي مع الشخصيات متقلبه المزاج. يعني عندك ده وعندك ده، ممكن تاخدي كورس في الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل مع الاخرين، وتعرفي مدخل الشخصيه ديت وتتعاملي معاها بصوره افضل. فممكن تاخدي حل ايجابي وحل ممكن تاني اللي هو اتجنبه لو مفيش حاجه، لكن احيانا بتضطري تتعاملي مع هذا الشخص، ساعتها هتعملي ايه؟ لازم تتعاملي معاه، فالافضل الحل الايجابي. او شفتي طلعت اختك اهي، طب اعمل ايه؟ لما تكون مودها حلو اتكلمي معاها، مودها قافل ابعدي عنها. تمام؟ مبدئيا كده حل مؤقت للمشكله. وعموما هتلاقوا برضه في كورس اسمه اعرف نفسك والاخرين. دوروا عليه، اكتبوا دكتور عبد الله يعقوب اعرف نفسك والاخرين، هتلاقوها على اليوتيوب برضه، كنا عاملينه برضه مع ملتقى الدارين. تمام؟ هتلاقوه موجود ان شاء الله، تقدروا تشوفوا الحاجه بتاعته. ولو احتجتوا اي حاجه ممكن باذن الله نتواصل مع بعض عن طريق الفيسبوك، عن طريق صفحه كشك التنميه البشريه. القلق باختصار شديد جدا بيسالنا سؤال واحد بس، انت مستعد ولا لا؟ هل انت مستعد؟ لو مستعد مش هتقلق، مش هتقلق غير القلق الايجابي اللي قال عليه الاستاذ محمد رمضان، اللي هو مطلوب، اللي هو بيخليني كده ايه مصحصح بالبلدي يعني. تمام؟ لو انا مش مستعد يبقى انا ايه هفضل قلقان. ده باختصار شديد جدا. اذا هناخد بريك. تاخدوا بريك قد ايه؟ 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ طيب 10 دقايق؟ خلاص 10 دقايق ونرجع مع بعض ان شاء الله. هجاوب حضرتك استاذ رحمات، وبعد كده الارق اللي هي بيكون مفيش قدره على النوم، عدم القدره على النوم. ده ممكن يكون احد اسبابه القلق، اللي هو كثره التفكير. واحد باله مش مرتاح وبيفكر كتير فما بيعرفش ينام بالليل. لكن الارق عاده مش شرط يكون بسبب القلق، ممكن يكون بسبب حاجات كتير. لكن الارق هو عدم القدره على النوم، والقلق هو الخوف من المستقبل. ماشي؟ يلا اشوفكم بعد 10 دقايق باذن الله. السلام عليكم استاذه مريم، المحاضره بدات واحنا في بريك دلوقتي، وهنرجع تاني ان شاء الله بعد دقيقه. ما فاتش حضرتك كتير، والمحاضره متسجله ان شاء الله، هتكون موجوده على اليوتيوب، فالجزء اللي فات حضرتك تقدري باذن الله تشوفيه على اليوتيوب تاني. تمام؟
أستاذ محمد خيري، مفيش مشكلة على التأخير، مع إني كنت مستنيك من بدري الحقيقة. طيب كله راجع يا جماعة؟ قبل البريك يا جماعة كان أستاذ نجد الدين بيقول اليوم يا دوب بيكفي، في حاجات مترتبة وحاجات مش مترتبة يا دوب. في ناس عندها اليوم لا بيبقى فيه فراغ، وفي كده قاعدة بتقول إيه؟ إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، ولو ما فكرتش في حاجه ايجابيه يبقى كده تفكر في حاجه سلبيه. تمام، ما هو يعني معادله بسيطه جدا يعني، متفقين؟ فالحل ايه؟ هو بيقول ازاي نقدر نتغلب على القلق قبل ما القلق دوت يتغلب علينا. احنا شفنا ان الثمن كبير من صحتنا ومن وقتنا في السلايد اللي هي كان فيها القلق بيعمل فينا ايه. عشان كده هو بيقول انشغل عن القلق، للكارنيجي بيقول انشغل عن القلق بعمل شيء ايجابي، فالعمل الايجابي البناء هو خير علاج للقلق. العمل الايجابي البناء خير علاج للقلق. يعني انا عجبني حد من الزملاء الموجودين معانا دلوقتي الحضور، اعتقد استاذه سوسن لو الذاكره ما خانتنيش، يعني استاذه سوسن قالت ان هي مش بتشتغل بس متطوعه في اداره جمعيه، مظبوط؟ تقدري يا استاذه سوسن تقول لنا مدى صحه السطر الاولاني، انشغل عن القلق بعمل شيء ايجابي فالعمل الايجابي البناء هو خير علاج للقلق؟ لمسه حضرتك دوت في الجمعيه اللي حضرتك بتشتغل فيها؟ تمام، اشكرك جزيلا يا استاذه سوسن. النصيحة الثانية بيقول لا تهتم بالتوافه ولا تشغل نفسك بصغائر الأمور. يعني في حاجات كده تتفوت، ما نقفش على الصغيرة، مش كل حاجة يعني كده يقول لك إيه ده قطته جمل، ده بيعمل من الحبة قبة. يعني في حاجات تعدي كده، ما نجيش على الهيفة ونتصدر. أنا بتكلم بالعامية المصرية اللي هي معروفة في العالم العربي كله يعني، بس هي كده بالعربي الفصيح، لا تهتم بالتوافه ولا تشغل نفسك بصغائر الأمور، علشان الحاجات دي بتاخد من وقتنا كتير وممكن تسبب لنا نوع من التوتر والقلق الكتير. طيب لما يجيلي قلق شديد بقى، يعني خلاص القلق جه، أنا الحاجات اللي قبل كده ديت إيه بحاول أمنع نفسي من القلق الشديد، جه قلق شديد زي ما قلنا هنجمع الحقائق حوالين الموضوع واستعين بالاحصائيات، بس عشان ايه؟ علشان اسال نفسي سؤال واقول اليس من الممكن الا يحدث هذا الشيء الذي اقلق منه اطلاقا؟ يعني عندي حاجه خايف منها جدا وقلقان ان هي تحصل، اسال نفسي هي في احتمال ولو 1% ان الحاجه دي ما تحصلش؟ اكيد، لان مفيش ابسوليوت، مفيش 100%، مفيش ابسوليوت. وكمان يا سلام بقى لو قدرت اجمع احصائيات وحقائق وارقام بتؤكد معلومه ان الحاجه دي نسبه حدوثها قليله، اقل مما انا اتصوره، لان القلق بيخليني عايش في حاله ان 100% المشكله دي هتحصل او الحاجه اللي انا خايف منها دي هتحصل. وكتير مننا ممكن يقول لنا دلوقتي حاجات كتير قلق منها وما حصلتش، وفضل يضيع من وقته ومن صحته ومن وقت نومه في القلق دوت، وفي الاخر ما حصلتش، صح ولا لا؟ طيب انا شفت سؤال كان اللي كان بيتكلم بخصوص توافه الامور والتفاصيل. أستاذة هبة، هو ببساطة شديدة جدا بسأل نفسي سؤال، المعلومات اللي بتتقال دي ليها علاقة بالموضوع ولا لا؟ مبدئيا لو ليها علاقة بالموضوع يبقى دي تفاصيل حوالين الموضوع. توافه الأمور ده شيء نسبي،
شيء نسبي. في شخص عنده حاجة صغيرة بالنسبة له دي صغيرة ويقدر يعديها، وفي شخص الحاجة الصغيرة ديت عنده حاجة كبيرة. ولنفرض مثلا يعني أنا دلوقتي منتظر واحد صديقي في مكان واتأخر عليا شوية، أفضل أنا قلقان، يا ترى اتأخر ليه؟ يا ترى حصلت مشكلة؟ ده أنا بتصل بيه وبيكنسل عليا، أو بتصل بيه وما بردش، وأفضل أضخم، ده أكيد ممكن يكون حصل عنده مشكلة، أو أبدأ أخد الموضوع بشكل شخصي، ده ممكن يكون مش مهتم بيا، ما هو لو مهتم كان جه في الميعاد، ما هو وأفضل عايش في دوامة من التفكير السلبي. ببساطة ببساطة بصي، هي درجة الأستاذة مريم بتقول حاجة علمية فعلا، إن درجة القلق بتختلف ما بين المرأة والرجل، والمرأة أكثر قلقا من الرجل، دي ده حقيقة علمية يعني، ولكن النسبة مش الفرق مش كبير قوي يعني. الفرق مش كبير يعني، في الآخر بنتكلم مثلا أنا مش فاكر الرقم بالظبط، بس في حدود من 52 ل 54% سيدات لحوالي 46 48% رجال، دي نسبة القلق، فالفرق مش كبير قوي يعني، يعتبر يعني النص بالنص او 60% و40%، فالفرق مش كبير يعني. نرجع تاني ونقول ازاي بقى، يعني ازاي اعمل كده، ازاي ما اهتمش بتوافق الامور واشغل نفسي بيها. بيقول ايه؟ بيقول ضح حد اقصى للقلق الذي تقوم بدفعه. احنا قلنا القلق دوت ليه ثمن فادح من صحتي ومن وقتي، يعني جاي عليا بخساره. لو انا بقلق تجاه شيء معين انا لازم اقيم هذا الشيء، يعني مثلا قلقي على ابني او بنتي او ابويا او امي او اختي، غير قلقي على وظيفه، غير قلقي على نتيجه امتحان، غير قلقي على، بقيم الشيء اللي انا بقلق عشانه واقول هياخد من وقتي قد ايه قلق. والله هياخد من وقتي ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، يوم، يومين، هياخد من وقتي قد ايه، يستاهل قد ايه، تمام، يستاهل اضيع من وقتي قد ايه في القلق دوت، يستاهل دقيقه، خمس دقايق، يوم، اتنين، وقيم دوت وما اديلوش اكتر مما يستحق. يعني صاحبي اللي اتاخر عليا دوت اقول له من الاول ميعادنا الساعه 10، هستناك ربع ساعه زياده، 10 وربع لو ما جيتش همشي، انا مش هقعد قلقان الربع ساعه ديت، ده هو اللي ممكن يبقى قلقان لو هيتاخر، اوكي، لكن انا مش قلقان، 10 وربع جت انا مشيت خلاص. حلو. طيب في حاجات تانية برضو بيقولها، تعلم ان تتقبل بل وتتعاون مع الاشياء التي لا مفر منها. يعني مثلا في حاجه معينه حصلت و يعني مجبر ان انا اتعامل معاها وقلقان منها، ولنفرض مثلا بعد 3 شهور لو حضرتك او حضرتك ما حققتيش التارجت بتاعك او المستهدف المفروض تبيعيه في المبيعات بتاعتك نسبه معينه، حضرتك مرفوده، حضرتك مرفوض. طيب جه الثلاث شهور خلصوا وما حققتش نسبة المبيعات اللي مطلوبة مني، ده شيء لا مفر منه خلاص. هنرجع للسؤال التاني اللي قبليه، هو ممكن يرفدني؟ هو قال لي كده، مديري قال لي كده. طب هل ممكن ما يرفدنيش؟ طب لو رفدني هعمل ايه؟ افضل قلقان؟ لا، الارزاق على الله، انا رزقي مش عند مديري، انا رزقي عند ربنا، وابدأ ادور على حاجة تانية تساعدني ان انا اشتغل في مكان تاني. ولكن هو بيقول هنا ايه؟ الحاجات اللي لا مفر منها ايه؟ اتقبلها وتعاون معاها. يعني ايه تعاون معاها؟ يعني مثلا مطلوب مني ان انا بالغصب، واحد زميلي مثلا جات له اجازه مرضي طارئه وانا شلت الشغل بتاعه وبقيت قلقان ان انا ما حققش شغلي وشغله مع بعض. طب ليه؟ هو في مثل كده بيقول ان جالك الغصب خده بجميله، يعني ايه؟ حاجه مضطر تعملها اعملها واعملها بجميله، بدل ما تعملها وانت قلقان ان انت تعملها ولا ما تعملهاش، هي اصلا حاجه زياده. واضح كده يا جماعه؟
طيب اخر حاجه بيقول عليها في الجزء دوت ديل كارنيجي: لا تبكي على اللبن المسكوب، ولا تحاول ان تنشر نشاره الخشب من جديد، فلا يوجد في الارض قوه قادره على ان تعيد عقارب الساعه الى الوراء. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني نشاره الخشب اللي اتنشرت ديت ينفع انشرها من تاني؟ اللبن اللي وقع على الارض دوت هل هينفع احطه تاني في الاناء اللي كان موجود فيه؟ لا، الماضي اللي حصل وعدى، في حاجه ممكن ترجعه تاني؟ مفيش آلة زمن، مفيش حاجه زي كده يا جماعه. فخلاص بقى، يعني مفيش داعي تقلق على اللي فات ولا تحزن عليه. طيب الحقيقه وانا بحضر الكتاب جات لي خاطره كده جميله عجبتني، فقلت اكتبها. ويعني مش كل شويه نكتب مقوله ونكتب اسم حد كتبها، قلت يلا بالمره، يعني انا يعني اقل من الناس دي، فقلت اكتب المقوله دي: ان الحياه قصيره فلا تقصرها زياده بضياع الوقت في الحزن على ما فات او القلق على ما هو ات. حلوه؟ عجبتكم يا جماعه؟ ممكن تشرحوها لي بقى؟ ده اللي احنا قلناه طول السلايدز اللي فاتت دول، ال 14 سلايد اللي فاتوا قلنا ايه؟ قلنا ما نضيعش من وقتنا ومن صحتنا، تمام؟ في القلق او الحزن على اللي فات. ده اللي احنا قلناه. فهي بتلخص اللي فات دوت كله، هي فعلا الحياه قصيره. بقى يعني لو عملناها مقارنه باي حاجه، هنعيش كام سنه يعني؟ 100 200 300 50 60 40، في الاخر هي قصيره. انا هقصرها بقى زياده بان انا اخد من الوقت دوت واقلع على حاجه في المستقبل، وبعدين احزن على حاجه فاتتني. يبقى ما نضيعش الوقت في الحزن على ما فات او القلق على ما هو ات. شكرا على التشجيع يا جماعه، شكرا. طيب تعالوا بقى نظبط المينتال اتيتيود بتاعنا، او نحط اتجاه ذهني، تمام، عشان يعني يبعث داخلنا الطمانينه والسعاده. هو باختصار شديد جدا بنقول انت مسؤول عن سعادتك. السعاده ده شيء داخلي من جوه. كلنا نقعد ندور على السعاده بره، ونقعد ونجيب كتب عن السعاده، ونحضر كورسات، ونشتري حاجات، ونروح رحلات وفسح، و و و و السعاده في الداخل. انت مسؤول عن سعادتك ازاي؟ هو بيقول ان عدم السعاده اللي هو الحزن يعني عادة ما يكون منتج ثانوي لأفكار ومشاعر حزينة غير إيجابية. يعني أنا لما بفكر في حاجة سلبية أو حاجة حزينة، بتولد جوايا نوع من المشاعر الحزينة، بتخليني آخد سلوك حزين ممكن يوصلني للاكتئاب. فهو في الآخر لو قدرت أغير من أفكاري ومشاعري ديت، هقدر أحصل على السعادة. مظبوط؟ لأن التفكير الإيجابي بيولد مشاعر إيجابية، ويجب أن يتوج ذلك نوع من السلوك الإيجابي أو الفعل الإيجابي. طب هعمل ده إزاي؟ أدخل على نفسك السرور بالتفكير في أفكار وأحداث سعيدة ومتفائلة طوال اليوم. أدخل على نفسك السرور بالتفكير في أفكار وأحداث سعيدة ومتفائلة طوال اليوم. طالما بفكر في حاجة جميلة، بفكر في حاجة تبسطني، بفكر في حاجة حتى لو ذكريات، معيش على الأمل، ما أقول يا رب، ما أقول ما ممكن، بدل ما أقول ممكن ما يحصلش، ما أقول ممكن يحصل، بتكلم على الخير، وبدل ما أقول على الشر ممكن يحصل، ما أقول ما ممكن ما يحصلش. إيه اللي يخليني أقعد أفكر بصورة متشائمة لما ممكن أفكر بصورة متفائلة؟
صح ولا لا يا جماعه؟ بصينا سوسا، سؤالك جميل جدا، ازاي ممكن اتخلص من التفكير والحوار الداخلي السلبي؟ الانسان عاده ما بيقدرش يفكر تفكيرين متضادين في نفس الوقت. لو حضرتك فكرتي ايجابي عمرك ما هتقدري تفكري سلبي، لو حضرتك فكرتي سلبي مش هتعرفي تفكري ايجابي. والقاعده الشرعيه بتقول ان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فلما اجي الاقي نفسي قفشت نفسي كده بتكلم سلبي او بفكر سلبي اقول قفشتك، تعال بتفكر سلبي ليه بقى؟ ما تيجي نفكر ايجابي شويه. ما بدل ما انا عمال افكر كده ما اقول يا رب هو مش في الاخر كل حاجه في ايد ربنا؟ خلاص يبقى طالما كل حاجه في ايد ربنا يبقى اقول ايه؟ ما هو ربنا قادر، زي ما ممكن الحاجة دي تحصل اللي أنا خايف منها هو ربنا قادر برضو إن هو يمنعها عني. طبعا ساعات النفس بتغلب. ما هو يا جماعة لو ده مش موجود، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ربنا خلق النفس وخلق فيها الخير والشر الحق والباطل. قال إيه ربنا في كتابه العزيز؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إحنا اللي بنعمله ده دلوقتي بنحاول نعمل نوع من تزكية النفس، صح؟ ما هو أنتوا إيه اللي جايبكم؟ يعني أنتوا إيه اللي جايبكم النهاردة غير أن أنتوا عايزين تعرفوا حاجة كويسة تساعدوا بيها نفسكم أنكم تكونوا أحسن؟ قاعدين مع بعض إحنا ليه دلوقتي؟ بقالنا ساعة ونص قاعدين ليه مع بعض؟ طبعا انا بشكر حضرتك استاذ نجد الدين، هو عتاب واطراء في نفس الوقت، فانا بشكر حضرتك عليه. احنا فعلا اتاخرنا، بس والله يعني في الاخر هي مسؤوليه كل حد فينا. في قول جميل جدا للشيخ احمد ديدات بيقول نحن لم نتخلف يوما عن الغرب بل تخلفنا عن الاسلام. فكل حاجة موجودة في ديننا فعلا تأكيدا لكلام حضرتك، لكن احنا اللي بعدنا عنها. فدينا بنحاول، حتى انا في عرضي للكتاب حضرتك هتلاقي في الاخر او في الحاجات اللي انا بعملها بربط ما بين الفكر الغرب وما بين ثقافتنا العربية والإسلامية. عشان كده بنقول اللي بعد كده سامح الناس وما تفكرش مجرد التفكير في الانتقام من احد، عشان ده بيؤذيك انت اكتر من اعدائك. التسامح انت اكتر واحد تستفيد منه، لان الانتقام طاقه سلبيه بتاكل من صحتك ومن وقتك ومن مجهودك وبتحولك لشخص يعني مذموم وممكن تندم على كل اللي انت عملته ده. ازاي اسامح؟ ببساطه شديده جدا، ببساطه شديده جدا، يعني افتكر الايه اللي بتقول، يعني حد كده يذكرني بتاع والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام، بسامح عشان الاجر من ربنا، مش عايز حاجه تانية. انا بسامح عشان خاطر ربنا. اذا كان ربنا بيسامحنا احنا مش هنسامح البشر؟ يعني حينما يسامح رب البشر البشر، يعني الا نرتقي باخلاقنا ونسامح بعضنا البعض؟ مش هستنى شكر من حد في التسامح دوت ولا في الحاجه الكويسه اللي انا بعملها، انا يكفيني الاجر من الله سبحانه وتعالى بس. مش هقول لحضرتك اكتر من كده. اربطي دوت استاذه نور بان انت بتعملي ده عشان خاطر ربنا، وربنا هو اللي هيكافئك عليه. وشوفي بقى انت مكافاه ربنا هتبقى عامله ازاي. تمام،
ولو عايزه حاجه زياده انصحك برضو بامسيه جميله الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه اسمها قوه التسامح، اسمها قوه الحب والتسامح. ممكن بعد كده حضرتك ترسليني وممكن يعني اجيب لك اللينك بتاعها ان شاء الله. تمام، دي بقى حاجه انا جربتها شخصيا جميله جدا جدا جدا، من المبادئ اللي جربتها. على فكره يا جماعه مش لازم نجرب كل حاجه موجوده في الكتاب، يكفي بعض المبادئ اللي تساعدني. يعني في مبدا هنا اللي هو قم بكتابه نعم الله عليك، هو ده بدنا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. تمام، قم بكتابة نعم الله عليك وستجدها تفوق مشاكلك وهمومك بشكل كبير جدا. المشاكل والهموم اللي مسبب لك القلق والحزن هتلاقي نعم كتير جدا 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 ربنا من عليك بيها بتفوق أضعاف أضعاف المشاكل اللي انت فيها. دلوقتي كان في كومنت من روح وريحان وتؤكد عليه أستاذ الرحمن ان المجتمع بينظر ليك بالضعف. انا بعامل رب العباد وليس العباد. تمام، ومش معنى ان انا بسامح ان انا بتنازل عن حقي، او ان انا طيب انا ممكن اسامح بس ممكن برضو الشخص دوت ما تعملش معاه بعد كده. شوفوا بس يعني ممكن يعني الموضوع يطول شرحه، بس ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا امسيه قوه الحب والتسامح دكتور برين فيها الله يرحمه، فيها كلام كتير قوي عن الموضوع دوت هيفيدكم جدا. تمام، هيفيدكم جدا جدا قوه الحب والتسامح. الحاجه اللي بعد كده ودي مهمه جدا بقى، يعني دي تفرق جدا، بتقول ابحث عن ذاتك وتعرف اليها وكن نفسك ولا تحاول التشبه باحد. ابحث عن ذاتك، اعرف نفسك، اتعرف على نفسك. الحكمة بتأتي من معرفة النفس وليس معرفة الآخرين. اتعرف على نفسك انت الأول، اعرف ايه مميزاتك، اعرف ايه عيوبك، اعرف ايه الحاجة اللي ممكن تفرقك عن الناس. اعمل الحاجة اللي تخليك متفرد بين الناس، ما تقلدش حد، ما تتشبهش بحد. اعرف نفسك، ابحث عن ذاتك وتعرف عليها وكن نفسك ولا تحاول التشبه باحد. هتلاقي حاجات كتير بتفيد في الموضوع دوت، منها احنا عملنا على يومين تقريبا حوالي 6 ساعات او 7 ساعات كانت الدوره بتاعت اعرف نفسك والاخرين، شوفوها بالتفصيل على منطقه الدارين. ممكن استاذه نجلاء في الدعم الفني تنزل لنا اللينك بتاعها وتشوفوها ان شاء الله، هتفيدكم جدا في الموضوع ده برضه. استاذه نور بتسالنا سؤال لسه مجاوبينه في السلايد اللي فاتت، بتقول اعمل ايه لو في حد بيفرض عليا حاجه وانا بفكر بقلق من ناحيته بيعمل كده ليه؟ اعمل ايه انا بقى؟ احنا قلنا اللي بيتفرض عليا دوت ان جالك الغصب خده بجميله. تمام؟ اعمله. بيعمل كده ليه دوت بقى؟ يا ترى بيعمل كده علشان يضايقني، بيعمل كده علشان يكتشف فيا حاجه كويسه عشان يساعدني، انا بدل ما اقعد اقلق ما اعمل الحاجه ديت وخلاص، طالما هي كده كده مفروضه عليا ولازم اعملها. طالما كده كده مفروضه عليا ولازم اعملها يا استاذه نور. اعمليها وزي ما بيقولوا يا خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش، هعرف هدفه بعد كده. اذا كان هدفه فعلا يساعدني ولا اذا كان هدفه يضايقني ولا، بس طالما هي كده كده انا مضطر اعملها. طب اقعد كمان اضيع وقت في ان انا محتاج افكر هو هدفه ايه؟ ما انا كده كده مضطر. مظبوط؟ لو انا فهمت حضرتك صح يبقى المفروض اجابتي تكون بترد على حضرتك. تمام، شكرا ليكي. هنا بقى بيقول اخر حاجه، اصنع كل يوم عمل طيب يرسم الابتسامه على وجه احد الاشخاص فان ذلك يجعلك دون ان تدري في قمه السعاده، اللي هي طاقه العطاء يا جماعه، طاقه العطاء. تمام، الحاجه اللي انت بتعملها بتلف تلف وترجع لك من نفس النوع. لو عملت خير في حد هيرجع لك خير، لو عملت شر هيرجع لك شر، كما تدين تدان. تمام، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللي بيعمل خير النهارده ربنا بيجازيه عنه
وما استناش شكر من حد. ممكن يجازيني بمكافأة في الدنيا، ممكن يجازيني بمكافأة في الآخر. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طالما ساعدت إن شخص يبتسم ويكون سعيد، تأكد إن دوت كمان هيخليك سعيد. ماشي الحال كده؟ إيه رأيكم في السلايد دي؟ هسيبكم كده تقروها بالراحة وتقولوا لي رأيكم فيها. تمام يا استاذ كوثر، هو فعلا التفكير يحدد المصير، بس انا عايز رايكم في كل سطر. يعني عندنا 5 سطور بيتكلموا، رايكم فيهم ايه؟ كنا من شويه بنقول اراقب نفسي، وقت ما الاقي نفسي بفكر تفكير سلبي اوقف نفسي واقول ايه؟ ليه؟ ما تيجي نفكر تفكير ايجابي. طب ده بيحصل ليه؟ لان التفكير السلبي هيتحول لكلمات سلبيه، والكلمات السلبيه هتتحول لافعال سلبيه، والافعال السلبيه بالتكرار هتتحول لعادات سلبيه، والعادات السلبيه هتتحول بالتكرار اني اكون شخص سلبي. تمام؟ وطالما انا شخص سلبي او متشائم، هعيش حياة سلبية متشائمة. طب العكس ايه بقى؟ لو انا راقبت نفسي وهوب لقيت نفسي بقى ايه؟ بفكر افكار ايجابية، اقول هو ده كمل، يلا تعالى افكر افكار ايجابية، واتكلم بالافكار الايجابية دي مع الناس اللي حواليا، مع مراتي، مع امي، مع اختي، مع اخويا، مع زمايلي في الشغل، وابدا احولها لافعال ايجابية، وبعدين بالتكرار هتبقى عادات ايجابية، وبالتكرار هبقى شخصية إيجابية، وهيبقى عندي مصير إيجابي. ليه؟ لأن زي ما احنا قايلين من شوية، الجزاء من جنس العمل. صح ولا مش صح؟ طيب أستاذة سارة بتقول إذا كان الشخص عصبي ومش بيقدر يمسك نفسه، أنصحك يا أستاذة سارة تشوفي في كورس كنا عاملينه برضو مع أكاديمية الدارين، اسمه كيف تتحكم في مشاعرك السلبية. كيف تتحكم في مشاعرك السلبية، ادخلي على اليوتيوب واكتبي دكتور عبد الله يعقوب، تمام، واكتبي أكاديمية الدارين معايا. هتلاقي كده مع بعض هيطلع لك الكورسات اللي كنت عاملها، فيها كورس اسمه كيف تتحكم في مشاعرك السلبية، ان شاء الله يفيد حضرتك كتير جدا. ماشي الحال؟ لان الموضوع يطول شرحه بس، وانا مش عايز اخر بقيت ايه زمايلنا. طيب هنا دي جملة بحبها جدا جدا من ساعة ما قريت الكتاب دوت، وهي يعني كانت ليس لها كمالة، ولكن هي الحتة دي هي الجميلة فيه. بيقول إنك شخص متفرد، حضرتك وحضرتك مفيش في العالم دوت حد شبهكو، فلا يوجد في هذا العالم من هو مثلك تماما أو نسخة طبق الأصل منك، فاستغل هذه الحقيقة الرائعة. كل حد فينا موجود ليه مميزات وليه عيوب، ما نقعدش بقى ماسكين في العيوب ونحاول نصلحها ونسيب المميزات اللي هي أساسا ممكن تخلينا مختلفين تماما، ونفيد ونعمر الارض، ونفيد نفسنا، ونفيد اهلنا، ونفيد بلدنا، ونعمر الارض. فارجوكم ارجوكم ركزوا على المميزات اكتر من العيوب. تمام، وصلنا للقاعده الذهبيه لقهر القلب الله يرحمه، وهو بيقول لا يقلق من كان له أب، فكيف بمن كان له رب؟ يعني
عاده اللي فينا ابوه موجود، انا والدي يعني رحمه الله ربنا توفاه اول ما جيت اشتغلت في السعوديه، كان على طول هو مرجعي في حاجات كتير جدا جدا جدا. والحقيقه لما كان بيبقى عندي مشكله ما كنتش ببقى قلقان، لان كنت ببقى عارف ان انا هتكلم معاه وهلاقي يعني ايه حل للمشكله دي معاه وهيقدر يساعدني. بس لما شفت الجمله دي فعلا فعلا مدى حقيقتها ايه، فكيف من كان له رب؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه بايده. الجا لربنا واترحم على ابي رحمه الله ان هو كان بيساعدني، وكذلك اي حد فقد احد والديه يترحم عليهم، واي حد ابويه موجودين او احدهما يحاول يبرهم جدا، يحاول يبرهم جدا، لان بر الوالدين من اعظم الطاعات ومن اقوى الاسباب ان الانسان يعيش في حياته بصوره سعيده مطمئنه، بصوره سعيده مطمئنه. تمام، ايه رايكم بقى دي؟ كلنا عارفين قصه سيدنا يوسف صح؟ اقروا كده وقولوا لي رايكم. هل من ايه؟ من تدابير البشر؟ طب تعالوا شوفوا اخوه يوسف كانوا عايزين يعملوا ايه؟ ايه رايكم؟ مش استاذ نجد الدين من شويه كان بيقول ديننا فيه كل حاجه؟ وربنا بيقول نحن نقص عليك ايه؟ احسن القصص. دي احسن القصص. شوفوا بقى للعظه وللعبره نستفيد ايه منها. نو ساوند. الصوت واضح عندكم يا جماعه ولا عند استاذه كوثر بس؟ طيب استاذه نجلاء معلش قول لها تعمل ريفرش كتير. والله يا استاذ نجد الدين حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، التريث والتدريب. احنا مفتقدين اساسا التربيه من الاساس في الاصل، والمتابعه من الاب والام ومن البيت والمدرسه وبعد كده من المجتمع، لان مفيش حاجه بتيجي مره واحده. واحنا بنحاول اهو بنطور من بعض من خلال مبادره جميله جدا من اكاديميه الدارين، عامله كل حاجه مجانيه وتطوعيه، واحنا بنحاول نشارك معاها وبندي المعلومه وبنطبق. تعالوا نفتكر كده كام واحد فينا خد قبل كده رخصه سواقه وفي الاول ما كانش بيعرف يسوق وهو بيتعلم، قعد مره واثنين وثلاثه واربعه، وحتى بعد ما خد الرخصه كان قلقان في الاول ومتوتر ويبص في المرايه ويمين وشمال وبيركز، ودلوقتي بيسوق وهو بياكل وبيشرب وبيتكلم في الموبايل وبيعمل كل حاجه صح؟ اي واحده كانت بتعمل مثلا مكرونه بشاميل وهي لسه بتتعلمها في الاول، يا ترى دلوقتي بعد المره العشرة ولا العشرين ولا الثلاثين زي اول مره؟ اكيد الموضوع اختلف. الممارسه والتطبيق هي اللي بتدي الاتقان، وزمان قالوا التكرار بيعلم الشطار، والتكرار هو اساس المهارات. فالتدريب والتكرار والمتابعه وتحسين الاخطاء هو دوت السر، التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. وفي الاخر نستخلص ان لما نحط القاعده دي، لا تقلق من تدابير البشر فإرادة الله فوق إرادة البشر، ونحطها قدامنا ونفكر نفسنا بيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وفي مواقف كتير كتير كتير، هتبقى متأصلة فينا وهتتحول من فكرة إلى معتقد إلى سلوك بننفذه، ومن سلوك بنراقبه وسلوك جديد إلى عادة متأصلة وسلوك تلقائي مش بنفكر إحنا بنعمله إزاي. صح ولا مش صح؟ ولكنكم قوم تستعجلون. احنا كده ولقد خلقنا الانسان في عجل، دي طبيعه الانسان، احنا بطبيعتنا متعجلين. فالصبر بيبقى ايه واحده واحده كده، وربنا ان شاء الله بيكافئ. ليه؟ لان هي خطوات. عشان كده ربنا خلق الدنيا في ست ايام، وهو كان قادر يقول كن فيكون، اتخلق على طول عشان يعلمنا ايه الصبر.
والكلام دوت انا بقوله لنفسي قبل ما اقوله لحضراتكم، لان انا شخصيا من عيوبي الشخصيه اللي بحاول احسنها بقالي فتره عدم الصبر. يعني انا شخصيا بطبيعتي غير صبور، فبحاول باستمرار ان انا اتحسن في الموضوع دوت، وكله بيجي بالممارسه. طيب تعالوا نقصل تاني ونقول دي تاني مره اقعد اكتب لكم حاجه عشان يعني يبقى انا كمان استفدت من الحاجات اللي بفكر فيها، والخواطر دي جت من قرايتي للكتاب. الخاطره بتقول: اليقين بقضاء الله وقدره واللجوء الى الله بكثره الذكر والدعاء والصلاه يكفيك القلق والهم والغم، ويبعث على قلبك الطمانينه باذن الله. تمام. طب اليقين ده بيجي ازاي؟ ده درجه من الدرجات. الاول بيبقى اللي هو بيسموه علم اليقين بالاستمراريه برضو بالمتابعه، واليقين عكسه الشك. عشان ابقى متيقن من الحاجه لازم يبقى عندي علم راسخ، لازم يبقى عندي حقائق ومعلومات زي ما قلناها. فعشان كده ممكن نقعد نقرا زياده في القضاء والقدر واللجوء الى الله وازاي الذكر بيطمن عشان نعرف ربنا اكتر ونتعلم اكتر فيكون اليقين موجود. الحياه مع الله شكل تاني. جميله جدا يا استاذه رقم وريحان. طيب انا بقى قبل المحاضره كنت قلقان جدا جدا من النقد اللي انتوا هتقعدوا تنتقدوه ليا. ايه يا عم، هو الراجل دوت بيقعد يكتب كلام هو اللي كاتبه وشايف نفسه علينا ويقول لك الكلام دوت؟ ده اللي قايله عبد الله يعقوب. ما ممكن يقعدوا ينتقدوني بقى ويقولوا ده مغرور وشايف نفسه وعايز يعمل لنفسه حاجه، اكتب ولا ما اكتبش، اقلق ولا ما اقلقش، اعمل ولا ما اعملش. قعدت بقى افكر. طب ما ايه، ما اشوف، لا تقلق، جزاك الله خيرا، شكرا. وانا قلت كده برضه، يعني هو معقوله ان الواحد يقعد يتكلم 20 سلايد عشان ما يقلقش وبعدين يجي بقى ما يطبقش؟ لا، ما تيجي نكتب بقى. استاذ نجد الدين بيقول لي كان باين عليك على فكره. طب عرفت ازاي يا استاذ نجد؟ طيب تعالوا نشوف ازاي الواحد ممكن يتغلب على القلق من النقد. النقد الظالم اللي هو الغير حقيقي اللي هو الهدام غالبا ما يحتوي ضمنيا وبشكل غير مقصود من الناقد دوت على اطراء ومديح. فقد تملكت الغيره والحسد من نفوس منتقديك. ليه؟ لانك عملت شيء جميل، عملت شيء كويس، فهم انتقدوك. ده طالما النقد مش حقيقي وكان ظالم. تكيف، خلي بالك عشان في نوعين من النقد: نقد بناء ونقد هدام، نقد ظالم ونقد عادل، نقد حقيقي ونقد غير حقيقي. تمام. فالنقد الظالم ده ما لقاش منه خالص ولا يشغلني. طيب اعمل ايه بقى لو النقد ده الظالم؟ اركز جهودي في العمل. حضرتك وحضرتك تركزوا جهودكم في العمل اللي انتم متاكدين من صميم القلب ان هو صواب، ولا تلتفتوا لاقوال منتقديكم اطلاقا، فلن تستطيع ارضاء جميع الناس مهما حاولت. كان في جمله جميله جدا للدكتور بيامي فيا الله يرحمه، بيقول ايه؟ رايك فيا لا ولن يدل عليا، لان ده رايك انت. طالما ده مش غرور، دي ثقه، طالما انا واثق بشكل سليم على ان اللي بعمله شيء صحيح. تعالوا بقى للنقطه اللي بتقولها استاذه روح وريحان، بتقول ايه؟ بتقول قبول النقد. انهي نقد؟ النقد الحقيقي. طب اعمله ازاي؟ لما حد ينقدني نقد حقيقي ونقد الغرض منه اني اتحسن، زي ما عمل مثلا دلوقتي استاذ نجد الدين من شويه وكان بيعاتبنا وبيقول يعني ان اتاخرتوا في الحاجات اللي بتعملوها ديت، اللي هي الحاجات اللي بنعملها دلوقتي زي مثلا اقرا وارتقي، ومطلوب ان احنا نعمل حاجات زي كده اكتر ونحسن نفسنا ونحسن من مجتمعنا ونساعد. على عيني وعلى راسي النقد دوت. ليه؟ هو بينقد نقد حقيقي. عشان كده احنا لازم نحتفظ بسجل ندون فيه الاخطاء بتاعتنا والحماقات التي ارتكبناها يوما واستحققنا عليها النقد الحقيقي، ونراجعها من وقت للتاني. براجعها ليه من وقت للتاني؟
عشان استخلص منها العبر اللي تفيدني في المستقبل، وعشان بعد كده اطلب النصيحه الامينه والنقد البناء من الناس اللي ايه اللي اثق فيهم. ليه؟ عشان مفيش انسان كامل، عشان مفيش انسان كامل. طيب من شويه دلوقتي استاذه رحمه بتقول ايه؟ ارضاء الناس غايه لا تدرك. هنعمل ايه بقى احنا مع النقد اللي شغال يمين شمال؟ هنتجاهله. طب ما قدرناش نتجاهل، خلي لسانك طيب. ازاي؟ بيت الشعر الجميل ده بيقول: كل كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيرمي اطيب الثمر. تمام؟ خلي بقى انت ردودك احسن. يعني كل اناء ينضح بما فيه. الشخص اللي بيعاملك معاملة سيئة انت عامله باخلاقك مش باخلاقه، انت عامله باخلاقك مش باخلاقه. طيب ساعات بنضعف، نسامح نفسنا على الضعف دوت، ونكتب ان دوت خطأ، ان احنا بنضعف، ونحاول نشوف بقى قوة التحكم في الذات وقوة التسامح عشان نقدر نعمل ده. استاذ محمد خيري بيسأل: طب والنقد الجارح؟ ما هو ده بيسموه ايه؟ يعني في كده حاجة في النصيحة انها لو كانت على الملأ بتكون فضيحة حتى لو حقيقية، فده عيب من الناصح او الناقد. يعني حتى لو بينتقد شيء حقيقي عيب منه هو، ولكن برضو نعامله بأخلاقنا. تمام؟ ونحاول نركز على الجزء والنية الإيجابية ان هو بينتقد سلوك وليس شخص. يعني ما اخدش الموضوع بيرسونال، ما اخدوش على صدري ان هو بشكل شخصي، وكله بيجي بالممارسة، وكله بيجي بالممارسة. طيب جينا لنقطة مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي هنختم بيها. عندنا حوالي 6 أو 7 سلايدز هنتكلم فيهم. حد عارف مين ده؟ محدش عارف مين ده؟ روتا لي، صح؟ أسامة، شكرا. الفار الطباخ. فيلم حلو على فكرة، تحاولوا تتفرجوا عليه، ظريف جدا وفيه قيم جميلة وفيه أفكار إبداعية. على فكرة بحب الكرتون جدا. تمام؟ و في أفلام أنيميشن رائعة فيها قيم جميلة جدا. وخلي بالكم تذكر الناس اللي عندهم أطفال إن في بعض أفلام الكرتون فيها قيم سيئة جدا وبتعلم ولادنا حاجات كتير غلط. فيعني كل حاجة فيها الحلو والوحش، فننقي برضه. فده الطباخ بتاعنا، تمام، لينجويني، وهيقول لنا وصفات فعالة للتعامل مع القلق. تحبوا نقول الوصفات دي على طول ولا باخد بريك 10 دقايق؟ احنا قدامنا ان شاء الله نص ساعة. نقول طيب اول طريقة او اول وصفة، وصفة بتاعت رجل اعمال امريكي، تمام، واحد المديرين الكبار ايام ديل كارنيجي طبعا، يعني الراجل دوت توفاه الله من زمان، يعني اسمه جالييل اتش فورد. حلو. كان بيعمل ايه الراجل دوت؟ بيقول لك لما يكون عندنا حاجة تقلقنا هات ورقة وقلم وجاوب على الاسئلة دي. أول حاجة: أنا بقلق ليه؟ لماذا يساورني القلق؟ تمام؟ شبه إيه دي لو تفتكروا؟ إيه هي المشكلة بالتحديد وأسبابها إيه؟ تمام؟ لماذا يساورني القلق؟ ماذا أستطيع أن أفعل للتغلب على القلق دوت؟ هتلاقوا سلايدز ورا تساعدنا، بس بندور على حلول. الراجل ده بيدور على حلول. اللي ورا السؤال إن هو بيحاول يدور على حلول عشان يتغلب على القلق دوت. ومن ضمن الحلول ديت هيختار افضل حل، ما هي افضل وسيله للقضاء على القلق، وبعد كده هيبدا في التنفيذ. عرف ايه افضل وسيله ووصل للقرار. امتى ابدا في تنفيذ تلك الوسيله؟ صح كده؟ زي ما استاذه روح وريحان بتقول: المعرفه ثم التحديد ثم الاختيار ثم التنفيذ. حلو قوي. يبقى دي الوصفه الاولى، عرفناها؟ المعرفة ثم التحديد ثم الاختيار ثم التنفيذ.
ماشي، دي بتاعت مين؟ بتاعت جاليل اتش فورد. طيب الوصفة التانية، مين عارف مكيفات كارير؟ كارير ميراكو، ميراكو كارير عارفينها؟ ده نوع من المكيفات زي شارب وسامسونج وال جي تكييفات كارير. الناس اللي ما تعرف ده بقى كارير اهو، ده كارير بذات نفسه اسمه ويلس كارير، تمام؟ ده المهندس اللي هو عمل الايه؟ نظام التكييفات ده والشركه باسمه يعني، ودي اللوجو بتاعها اللي هو كارير. الراجل دوت كان بيعمل ايه لما يبقى في حاجه بتقلبه؟ دي الوصفه بتاعته. طريقه كارير بتقول اسال نفسك سؤال، ايه اسوأ شيء ممكن يحصل؟ تمام؟ ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ وبعدين هيئ نفسك لتقبل اسوأ تلك الاحتمالات وتتعايش معاها. يعني اسوأ حاجه ممكن تحصل اكس، اسوأ حاجه ممكن تحصل سين. قدر يا سيدي ان هي حصلت. قدري حضرتك ان هي حصلت. بعد كده هشوف هتعايش معاها ازاي. تمام؟ خلاص تقبلتها وتعايشت معاها ذهنيا، ها؟ مش حقيقي، ذهنيا اتعايش ذهنيا، اشوف انا هعمل ايه. طب اعمل ايه الخطوه اللي بعديها بقى؟ ما استسلمش، لا، اتحرك بكل حماس لانقاذ ما يمكن انقاذه. ليه بقى؟ ساعتها ما عنديش حاجه اخسرها اساسا، او بالاحرى اي حاجه هعملها هي مكسب، لان انا اصلا هيأت نفسي ذهنيا ان انا ممكن اتقبل اسوأ شيء دوت، فلو عملت اي حاجه احسن منه هي مكسب. مظبوط؟ دي طريقه كارير. هو كان بيعمل كده لما يقلق من حاجه، يعني يقول لك مثلا انا هاجي يعني ادخل في صفقه معينه، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ هخسر مثلا فلوسي كلها. طب وبعدين اعمل ايه؟ طب لو خسرت فلوسي كلها ايه مشكلتي؟ طب انا ممكن ابدا من اول وجديد. هيدخل بقى؟ لا، هيدخل الصفقه وهيحاول ما يخسرش فلوسه كلها، هيحاول يكسب. طب لو خسر فلوسه كلها، هو هيئ نفسه من الاول ان هو يقدر يتعايش ويبدا من اول وجديد. طب لو خسر نص فلوسه، دي بالنسبه له كده مكسب، لان اسوأ حاجه كان هيخسر فلوسه، يبقى اللي حصل دوت مش اسوأ حاجه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام كده؟ شفنا كارير بيعمل ايه؟ ندخل على الوصفه اللي بعد كده. روديارد كيبلين، ودوت شاعر وروائي ومؤلف انجليزي هندي، يعني هو في الاصل انديان، ده صورته. بيقول لك بقى دايما دايما لما تقابلك اي مشكله في حياتك او عموما في حياتك، يعني خليك شخص يعني بتمارس فن السؤال ده علشان تقدر تجمع معلومات وحقائق حوالين شيء. مش احنا قلنا علاج الشك والقلق هو العلم واليقين؟ تمام. فهو كان بيقول دايما احتفظ بست خدماء امناء، اسمائهم هي ماذا، ايه المشكله بالتحديد، او ايه الموقف اللي بيضايقني او قلقان منه بالتحديد، لماذا، ليه قلقان منه، متى ممكن يحصل، امتى، تمام، وممكن افضل قلقان لحد امتى، اين ممكن يحصل، فين، كيف ممكن يحصل، ازاي، من ممكن يحصل، مع مين، ولو حصل مين ممكن يساعدني. ماشي؟ فكل الحاجات دي هتساعدني. انا بقى بقول لكم ضيفوا عليهم كمان حاجات تانية تساعدكم في التفكير الابداعي، اللي هو ايه؟ لما لا؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي ظهرت الحل، بس انت وصلت بتقول، او حضرتك وصلت بتقول ايه الحل ده صعب او مستحيل او ممكن ما يحصلش. اسال نفسك او اسال ليه لا؟ ليه ما يحصلش يعني؟ ما تجرب يا اخي، ممكن تنفع. ليه لا؟ ده ممكن يعملها، بس مش انا، مش انا اللي ممكن اخد الوظيفه دي، دول عايزين واسطه، مش انا اللي ممكن اتقبل في الحاجه دي. مش ليه؟ ليه مش انت؟ واي نوت؟ واي نوت يو؟ يبقى واي نوت، او ليه ما لا؟ واي نوت مي؟ ليه مش انا؟ واي نوت ناو؟ ليه مش دلوقتي؟ يعني لو انت خايف تدخل مشروع معين،
لو انت بتفكر في هجرة، لو انت بتفكر في سفر، لو بتفكر تتجوز، اي تغيير ما بيبقى يسبقه قلق، فبفضل اجل اجل واتردد. تمام، التردد ها اللي سألني على التردد من شوية قبل البريك، ليه مش دلوقتي؟ ليه مش دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ نرجع لكاريير ونشوف. ماشي، اخر وصفة معانا ودي بحبها قوي، دي بقى وصفة ظريفة لطيفة جميلة، اسمها وصفة اليوم. وصفة لليوم فقط، only for today. دي بقى الناس اللي هي بتقول نعمل ازاي والموضوع بياخد وقت والموضوع محتاج تدريب والدنيا صعبة وبجرب وبرجع ومرة تصيب ومرة تخيب والنفس مرة تبقى قوية ومرة تبقى ضعيفة، صح؟ الوصفة دي بتجيب من الآخر بقى. ايه الوصفة دي؟ احنا اتفقنا ان الدنيا 3 ايام، صح؟ ايه هما؟ حد يكتب كده معايا، امبارح وده ايه؟ ودعنا وروح، خلاص ده بقى ماضي مش هيرجع، وبكرة وده مش عارفين هيجي ولا مش هيجي الله اعلم، والنهاردة احنا عايزين بقى النهاردة نمسك فيه بايدينا واسناننا. هنعمل ايه؟ اصحى كل يوم الصبح واتحدث حديث ايجابي عما اريد ان افعله هذا اليوم، واقول النهاردة بس هعمل الحاجة الفلانية دي، النهاردة بس مش هفكر في بكرة، مش هفكر ان انا معرفتش اعملها امبارح، مش يعني انا مش هفكر ان انا معرفتش اعملها امبارح ولا قبل كده، انا مش هفكر في امبارح ولا في بكرة، انا هفكر في النهاردة بس، وهقول النهاردة بس انا هكون سعيد وهستمتع بكل لحظة في يومي، النهاردة بس هتقرب اكتر من ربنا وحافظ على عبادتي بخشوع، النهاردة بس هعتني بجسمي وصحتي وهمارس رياضة وهاكل طعام صحي ومفيد، النهاردة بس هغذي عقلي واتعلم شيء جديد ومفيد زي ما بنعمل دلوقتي اهو، النهاردة بس همارس عملي بإتقان وبكل حماس وشغف حتى لو ما بحبش عملي دوت، النهاردة بس همارسه بشكل مختلف وفي حماس، تمام، وحب وشغف، النهاردة بس هبتسم في وجه كل الناس اللي بقابلهم وعامل الجميع بخلق حسن، النهاردة بس. على فكرة أنا مش بطلب منك بكرة ولا بطلب منك إنك قبل كده معرفتش، أنا بطلب منك النهاردة بس، النهاردة بس هصنع معروف لشخص محتاج ومش هقول عنه لحد ما بيني وبين ربنا، النهاردة بس هعيش داخل حدود اليوم ومش هفكر لا في ماضي ولا في مستقبل، النهاردة بس هكتب برنامج لليوم بتاعي وخطط لليوم عشان اجعله منظم حتى لو معرفتش اعمل كده قبل كده او ممشيتش عليه، بس انا هعمل كده النهاردة بس، النهاردة بس. دي الوصفة اللي حبيت اختم بيها معاكو، تمام، الوصفات بتاعتنا. ايه رأيكم في وصفة النهاردة بس؟ طب نقدر نجربها؟ تجربوها امتى؟ عجبتكم؟ الإعادة بالبساطة شديدة جدا، هي مش محتاجة إعادة، وسهل رحماكي هي رحماك يا ربي يعني، هي ببساطة شديدة جدا جدا جدا، إن أنا بصحى كل يوم الصبح أكلم نفسي حديث إيجابي وأقول الله أعلم يعني أنا ممكن معيش بكرة، بس ربنا إداني هدية النهاردة، هدية جميلة يوم. احنا ممكن على فكرة نطور الوصفة ديت ونخليها دلوقتي بس، لان انا مش عارف انا اعيش كمان شوية ولا لا، فدلوقتي بس هبقى مبسوط، دلوقتي بس يعني هاكل كويس، دلوقتي بس هعامل ولادي بصورة كويسة، دلوقتي بس هعامل الموظفين اللي معايا وزمايلي وصحابي بصورة جميلة، دلوقتي بس هفكر تفكير ايجابي، هكذا، وكل يوم بعمل كده وكل يوم بعمل كده، فتتحول لعادة بإذن الله وتبقى عادة إيجابية ونتغلب بيها على القلق ونتحول بيها لأشخاص إيجابيين. أستاذ نجد الدين هعيد لحضرتك الصورة المكتوبة، بس أنا عايز أقول لحضرتك إن لو حضرتك دخلت على كشك التنمية البشرية على اللينك دوت هتلاقي المادة العلمية كاملة كاملة، بس عشان خاطر حضرتك.
اقدر تنزل باور بوينت كله من على اللينك ده ان شاء الله. طبعا اللينك مفتوح للجميع يعني. صفحه كشك التنميه البشريه. لا احنا يا استاذ اسامه يعني حته التخطيط للمستقبل ممكن تضيفها، تقول النهارده بس هخطط لمستقبل. انت ممكن تحط كلمه النهارده بس، النهارده بس، وتحط جنبيها اي حاجه ايجابيه انت عايز تعملها. النهارده بس هعمل خطوه في اتجاه الهدف اللي نفسي احققه. تمام؟ شفت استاذه سوسن بتقول لحضرتك ايه؟ عمل اليوم جزء من برنامج المستقبل. في كلام عالي يا جماعه، مش قلت لكم انا هستفيد منكم كتير؟ ها انقل بقى على السلايد اللي بعد كده. السلايد ده يا جماعه في نفس الفيلم بتاع الفار الطباخ اللي هو روتالي. تمام؟ ده جوستو الطباخ الاصلي اللي هو صاحب فكره الطبخ للجميع. انصحكم الفيلم ده ظريف جدا يعني. قال جمله على فكره، السلايد دي انا ضفتها قبل ما اجي لكم ونعمل المحاضره على طول. بنتي كانت قاعده تتفرج على الفيلم دوت بتاع الفار الطباخ وسمعت الجمله عجبتني. لو ركزت على اللي ضاع منك مش هتشوف اللي بيستناك. لو ركزت على اللي ضاع منك مش هتشوف اللي بيستناك. كتبتها زي ما هو قالها كده. طيب احنا كده خلصنا. تعالوا نشوف بقى ايه الخلاصه اللي احنا قلناه. ونقول كده اليوم بل الان يعني النهارده دلوقتي هو اهم ما تملكه في قاموس حياتك. اللحظه اللي حضرتك عايشها، اللحظه اللي حضرتك عايشاها هي اهم لحظه في حياتك النهارده دلوقتي، مش بكره ولا امبارح. ما نضيعش وقتنا في اللي فات ولا نضيع وقتنا في اللي جاي. تعلم ان تتقبل بل تتعاون مع الاشياء التي لا مفر منها، الحاجات اللي احنا مضطرين نعملها، الحاجات اللي بتتفرض علينا نتقبلها ونتعاون معاها. ونفتكر المثل المصري بيقول ايه؟ ان جالك الغصب خده بجميله. تمام؟ اعملها بجميله. عيش يومك وتجنب القلق على الماضي او المستقبل. ضع اخطاء الماضي خلفك واكمل مسيرتك في الحياه، لانك مش هترجع تقدر ترجع لورا. اتعلم منها لكن ما تفضلش عايش فيها. ابدا من جديد. شكرا يا استاذه روح المريحات. لما تقلق اعصابك بتبقى متوتره وذلك يؤثر سلبا على صحتك بشكل ملحوظ. وشفنا القلق والتوتر والقولون العصبي والضغط وامراض القلب والصداع النصفي وحاجات كتير قوي شفناها مع بعض في الاول. هتقلق بصوره اقل لو قمت بتحليل مشاكلك محاولا ايجاد حلول لها، مش افضل قاعد مركز على المشكله. لا، اتعلمنا ازاي نركز على اسباب المشكله وحلولها وناخد الاكشن على طول ونطبق. اجعل نفسك مشغولا بشيء اخر، واحنا قلنا الشيء الاخر دوت يكون ايه؟ ايجابي وبناء. اجعل نفسك مشغولا بشيء اخر عما يقلقك، ويفضل ان يكون شيئا بناء لان النفس البشريه لا تستطيع ان تفعل شيئين متضادين في نفس اللحظه. لا تشغل نفسك بتوافه الامور ولا تحمل الكره الارضيه فوق راسك. ركز في اللي في ايدك وركز في الحاجات الكبيره مش الحاجات الصغيره. حافظ على قدر المستطاع على التفكير الايجابي اللي هيمدك بمشاعر ايجابيه، واستثمر التفكير والمشاعر دول انك تحولهم لفعل ايجابي وتوكل على الله. اخر حاجه عايز اقول لكم بس نقطه جميله اللي هي جانب صغير بس من جلب الطمأنينة للنفس في الإسلام. جانب صغير من جلب الطمأنينة للنفس في الإسلام. ربنا ذكر في كتابه العزيز الآية بتقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ يعني ليه ربنا بيقول لنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الآية اللي بعد كده عشان ما نقلقش، الغيب في علم ربنا، المستقبل ده في علم ربنا، بيقول إيه؟
ربنا بيقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إيه تاني ربنا بيقول لنا عشان نطمن؟ بس عشان ربنا بيطمنا بيقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التردد كان علاجه إيه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا جماعة كلنا عارفين بنقول للصبر إيه؟ بنقول الصبر نص الإيمان، صح؟ مش الصبر نص الإيمان؟ طب النص التاني فين؟ النص التاني في الشكر، الشكر على النعم، الشكر على النعم اللي ربنا ادهالنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه بيستعيذ وبيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والحاجات ديت، الحاجات ديت كلها بتسبب قلق، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منها من رب تلك الأشياء. وعشان كده احنا بنتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله يعني أن أكون قدرت أوصل لكم أي حاجة مفيدة، وإن أصبت فمن الله بتوفيق منه سبحانه وتعالى، وإن أخطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وربنا كده يا رب يكرمنا. وأتمنى أي حد استفاد أي معلومة ينقلها لغيره، ونطبق الكلام دوت مع بعض حتى نقرأ ونرتقي. والباب مفتوح للأسئلة والمناقشة، وربنا يجازيكم خير يا رب. لو حد عنده سؤال أنا تحت أمره. عتابك فوق راسي يا أستاذ نجد الدين، لأن ده يعني ده من النوع، ده من النقد البناء اللي احنا بنتمنى نلاقيه يا رب. بشكر حضرتك جزيلا على إن حضرتك بتقول اللي في قلبك يعني. أستاذ محمد خيري بيقول أنا قلقان إن أنا ما عديش عليه بكرة، علاجه إيه؟ اطمن يا أستاذ محمد مش هعدي عليك بكرة، خلاص ما تقلقش اطمن. كده خلاص اطمنت؟ تقلقش بقى. ده سؤال جميل يا أستاذ سوسة. طيب هو دوت اللي كنا بنقول عليه، إن جالك الغصب خده بجميلة. قدام حضرتك حاجة من اتنين، اللي أنا أفتكره إن حضرتك بتقولي إن أنت ما بتشتغليش دلوقتي وموجودة في إدارة جمعية من الجمعيات، مظبوط؟ ممكن حضرتك تتعلمي حاجة يعني اللي أنت بتحبيها وتشتغلي بيها، لو حضرتك الفلوس ما تهمكيش قوي في الفترة دي طالما حضرتك ما بتشتغليش. أنصح حضرتك موقع هكتبه لحضرتك دلوقتي، ده موقع للتعليم المجاني، وفي موقع تاني اسمه كورس هكتبه برضو لحضرتك، تمام؟ وموقع تالت معلش اكتبي عليه سيرش، خليني ماشي افتحه دلوقتي انا من على جوجل علشان اجيبه لحضرتك مظبوط. بس ده موقع تالت اهوت، يبقى موقع كورسيرا او اديوكيشن بورتال اكاديمي او alison.com. دول بيقدموا لك كورسات مجانيه تعليميه في مجالات مختلفه. الكورسات نفسها التعليم فيها مجاني، الشهادات بس هي اللي بفلوس، تمام؟ فلو حضرتك عايزه تتعلمي الحاجه اللي انت بتحبيها من اجل العلم، هو العلم ببلاش اهو. عايزه شهاده تدفعي ثمن الشهاده بعد ما تمتحني الامتحان وتعديه. حاجات زي اللي بيقدمها اكاديميه الدارين للتنميه البشريه موجوده بالعربي تفيد الجميع، وبنجتهد سويا ان احنا نتعلم من بعض. والاكاديميه هنا بتقدم حاجات متخصصه مش بس في التنميه البشريه،
تعمل حاجات في الكمبيوتر وفي الجرافيكس وفي الديزايننج وفي الانجليش وفي الفرنساوي وفي يعني حاجات كتير جدا الحقيقة. مشكورين وربنا يتقبل منهم جميعا مجهودهم. وطبعا يعني انا بشكر استاذ نجلاء والدعم الفني على وجودهم معانا. ما اعرفش حد تاني الاسئله يعني كانت بتجري، فلو في حد سال سؤال تاني انا ما شفتش، معلش لو حد سال سؤال تاني يكتبه عشان بس الناس اللي بتكتب كتير كده ما لحقتش اشوف. والله احنا تطرقنا له كده بشكل غير مباشر يا استاذ محمد، لان هو في الاخر في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهو القلق الايجابي يعني اللي بيبقى عنده هدف اوتوماتيك بيجيله. هي كده المشكله في القلق السلبي، واعذرني يعني دي يمكن نقطه ما قطعتهاش، لكن هحاول ان انا ان شاء الله انا اغطيها بشكل اكبر لو ربنا اراد، وعدنا الدوره دي لحد تاني باذن الله. اتفضل. بصوا، قانون الجذب يعني ليه اصل موجود في الاسلام، يعني في الاخر ليه اصل. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، ده حديث قدسي مهم. وفي اختلاف طبعا في طريقه العرض والاراء، وعاده يعني له ما له وعليه ما عليه، ولكن في الاخر لما بنلاقي حاجه بتتعارض مع ديننا ما بناخدهاش، ولما بنلاقي حاجه يعني بتتفق فيها مع الدين بناخدها، ولو لقينا حاجه يعني خالطه جزء كويس وجزء وحش باخد الكويس واسيب الوحش. انا شخصيا استفدت كتير من قانون الجذب على المستوى الشخصي، لانه بيبرمج العقل على التفكير الايجابي والامل والتفاؤل. ده الجزء اللي تقدر تستفيده منه. الجزء اللي ممكن تتجنبه فيه ان انت بقى تبقى متخيل ان دوت هيخليك فعلا مغناطيس حوالين الكون بتجذب الحاجة اللي انت عايزها وتعتمد على التفكير بس. لا، التفكير لازم يتبعه فعل. لو ما تبعهوش فعل خلاص بقى هو يفكر للصبح هيحصل ايه. لكن التفكير يجب ان يتبعه فعل، وده ختمنا بيه حتى الجزء الاخير. فلا، انا شخصيا استفدت منه الجزء دوت، ان بقى فيه تفكير ايجابي تستخدم بقى، هيشحن لك طاقه ايجابيه، تستخدم التفكير والمشاعر الايجابيه دولت تحطهم في الفعل. كلام حضرتك مظبوط، عشان كده انا بقول لك الصح بتاعه كذا، ان احنا نحط ان احنا اللي ناخد الاكشن. ليه؟ ربنا قال ايه في كتاب العزيز؟ قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هيحصل له ايه يا رب؟ فسنيسره لليسرى. يبقى خد اكشن. طب والتاني؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى خد اكشن. تمام؟ ما عادش يفكر وخلاص. ما عادش يفكر وخلاص. ومن جمال ديننا انك لما بتفكر وبتنتوي وتعزم على انك تعمل عمل ايجابي، عمل صالح، عمل خير، بتؤجر عليه وتاخد حسنه حتى لو ما عملتوش، ولو عملته بتاخد 10 حسنات الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. طب السيئه فكرت فيها وعزمت انك تعملها وبعدين ما عملتهاش، ما تاخدش سيئه. لكن لو اقدمت انك تعملها ورجعت عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى تاخد حسنه. فالتفكير لازم يبقى فيه فعل من وراه. اتمنى اكون جاوبت حضرتك. حد عنده سؤال تاني يا جماعه ولا عشان ما اطولش عليكم؟ جزاك الله خير يا استاذ سوسن، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. والمحاضره جميله بيكم وبتفاعلكم، دي الكونتاكتس بتاعت يعني سفير وبتاعتي انا شخصيا. لو حد عايز يراسلني على الايميل هيلاقي الايميل بتاعي اهوت موجود، والسكايب واليوتيوب تشانل وطبعا الفيسبوك. واشكركم شكرا جزيلا،
واسالكم بس سؤال انا عمري ما سالته لحد قبل كده في المحاضره، بس قدرا يعني جت السلايد دي في الاخر فانا ما عرفتش اشيلها قدرا يعني، فعايز اخد رايكم فيها يعني. يعني اسال الله الاخلاص بس في الاول، دي رسالتي في الحياه هي يعني، انا ما اعرفش ان هي كانت موجوده والله، بس قدرا كانت موجوده. و هي الرساله بتقول يعني ان انا موجود في الحياه ديت عشان اساعد نفسي واساعد غيري ان احنا نطلع القدرات الكامنه اللي جوانا، وان احنا نعمل دوت من خلال زياده الوعي الذاتي واكتساب المهارات اللازمه اللي هتساعدنا ان احنا نعيش الحياه اللي نستحقها، وان احنا نخدم مجتمعنا ونقدر نسيب اثر كويس في الحياه. هل سؤالي، هل حسيتوا بده في المحاضره بتاعتنا النهارده ولا لا؟ وانا اول مره اسال حد السؤال دوت، بس انتوا حظكم كده بقى، هي جت عندكم. طب عندكم اي نصيحه ليا بقى؟ انتوا قعدتوا تسالوني من الصبح، انتوا عندكم اي نصيحه ليا عشان نفعل دوت بصوره افضل؟ نسال الله الاخلاص يعني يا رب يعني. ماشي يا استاذ كوثر، ربنا يبارك في حضرتك. نصيحه استاذ كوثر ان احنا يعني نكمل والى الامام، من استاذ روح وريحان ربنا يبارك فيكم، كلامكم وسام على صدري. لا نزود دي يعني، لازم استقيل الاول من شغلي يا استاذ محمد، معلش انا قللت غصب عني والله عشان ضغط الشغل عشان انا بعملها بشكل تطوعي، فنزود دي الفتره دي بالذات صعبه، فخلينا زي ما احنا كده، قليل دائم خير من كثير منقطع. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا خلي بدل بي خليها بري. بدل بي خليها بري، زودوا هارد بس النهارده بس. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا، وهسيبكم مع الدعم الفني ممكن ينزل لكم اللينكات تاني لو حد طار منه اللينك، تمام؟ وان شاء الله ان شاء الله ميعادنا الشهر القادم مع كتاب جديد، هحاول يكون اقرب يعني، ما تكونش المده مطوله يعني شهر بالكامل، ممكن ان شاء الله يعني اعمله في منتصف شهر 11. تابعوني على اكاديميه الدارين وعلى كشك التنمية البشرية، تمام؟ عشان تعرفوا المواعيد. وأشوفكم على خير إن شاء الله، لو عندكم أي سؤال بخصوص اللينكات هيكون عندكم. والله إن شاء الله يا أستاذ محمد النية موجودة، ولكن لسه يعني أنا مركز الفترة ديت بس في اقرأ وارتقي. فممكن اجيب كتاب عن البرمجه اللغويه العصبيه ونناقشه سوا في اقرا وارتقي باذن الله. حقيقي فعلا في نقص على المستوى العربي في الكلام دوت، ولكن ان شاء الله نحاول نستفيد فيه شويه. ربنا يوفقكم يا رب، واي حد استفاد اي معلومه ولو صغيره يا ريت ينقلها لحد غيره، زكاه العلم نشره ما تقفش عندكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا ليكم، وشكرا لاكاديميه الدارين واستاذه نجلاء في الدعم الفني، واشوفكم على خير ان شاء الله.